قلبكم وكنسمعوه لكم. يا أخي عندك فن الإصغاء بواحد طريقة رائعة جدا. أنت عندك فن الاستماع، فن ما بقاش عندك الاستماع غير وظيفة ولا عندك فن على إذا أنك عرفتي الدوي حيت في حاجة قلتيها وشي حاجة مؤلمة جدا ما قلتيهاش باش ما تضريش الناس. أصدقائنا الأعزاء، صديقتنا العزيزات، هذه الصيلة الأثيرية الليلية المباشرة اللي كان قبلكم فيها كنحييكم وكان نتواصلوا معكم بكل محبة. تحياتي أنا مصطفى الهردة مع تحية نجيم حمودة في الإشراف على إخراج الإرسال المباشر، في توضيب حلقات برنامج سمير الليل على أثير إذاعة أمفام هشام بالحاج. احنا كنت وصلوا مع الأسماء دي الوالدة دي الحسنة، شحال حسينا بالمدارات اللي كيمكن تخبيها الأم وحتى اللي ما كتقدرش يتخبيه، كتقدروا يشوفوه وليداتها. احنا كنعرفوا تدبير العنف الأسري والتأثير دياله في الحالة ديال هالوليدات. غادي نرجعوا مع اللي خدوش ويمكن نقدروا نخلقوا هذه المصالحة اللي كنت منها تكون، لأنها عندها وصلت معنا الخالة ديال حسنة وكان حاسة بالغبن. أنا كان قدر كلتمس الأعذار وخط طريقة اللي كنت كتكلم بها صليبة، ولكن حاسة بالقصوحية ديال هذاك الأثر ديال بحلة كانت مخدولة وهي كانت كتصون، كانت كتسعى دائما لأن بنت أختها تكون مزيان. ولكن خليونا نسمعوا الله خدوش. الله خدوش مرحبا بك من جديد. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام الله خدوش، الله يحفظك بارك الله فيك. واجي منين نبداو انا وياك؟ نبداو من الموت سيدي. هل لا نبداو من الموت؟ فين خليت هذاك النار مني كنت قلت لك حسنا باللي راه جا وراه مظلمو سياك؟ اييه مظلمو. وفين كنت ديك الساعه انت في الدار؟ انا كنت في الخدمه. انا تنخدم دائما، انا خدامه، انا دائما خدامه يا اختي، دائما انا خدامه. بالنهار حسنا كانت شافته كيمضي الموس. لا حول ولا قوه الا بالله. كي دخلت من الخدمه دخلت لقيته هو ناعس. شحال عمر حسنا ديك الساعات؟ ديك الساعات دخلت في 9 سنين. شحال؟ 9 سنين عندها ديك الساعه. يا اختي 9 سنين عندها. 9 سنين. اختها الكبيره شحال يكون عندها؟ بيناتهم 3 سنين. 3 سنين كنت عشي 13 سنة. دخلت قلت السلام عليكم، قال لي عليكم السلام. دخلت بحاكا قعدت كلا تغديته وشترته سقيته الماء، حيت كنا ديك الساعة تنسقيو الماء. سقيت الماء قلت كان راه مشيت سقيت اختي راه دارت عدات. ايوا هي تقول لي ماما قالت لي. قلت لها نعم. قالت لي نقول لك؟ قلت لها قولي. اش بغيتي تقولي؟ قولي. هي تقول لي بغيت نشتي حاجه بغيت نقولها لك. ويقول لها هو اش شفتي؟ يلا قولي لها. قلت لها هي قولي ما تخافيش. قالت لي ماما راه بابا مظلمو وخبات تحت الكاتري. يا سلامة. درت يدي تحت الكاتري فعلا لقيت الموس خاشي في الخشبه ديال تحت الكاتري. وانا نجبدو وانا نقول ليه ودي تذبحني. الا بديت تذبحني قلت ليه نوض. وشنو اللي خلاك يطيح لك في بالك باللي زعما راه هو باغي يذبحك؟ حيت هو دابا انا جايك الهضره. حيت هو يا قالها لمول الحانوت. اش قال لمول الحانوت؟ مول الحانوت اللي تنتقدا عنده قالها لي. اش قال لي؟ المهم انا دابا نكمل لك الهضره على ديالي بعدا في البيت. ايه قلت لي ونوض تذبحني. ما حد من الجيران فايقين. هو يقول لي راه انا ما مضيتوش على حسابك، انا مضيتو على الوقت. قلت لي من شكون بغى يدخل علينا؟ قالك حنا منا للدروس ساكنين، كان البيت عندنا منا للزنقه. قلت لي ما كاينش اللي يوصلك هنايا. قلت لي هاد الارض ما كاينش اللي يوصلك فيها. الحمد لله. قلت له واخا تبات الدار محلوله ما كاينش اللي غادي يوصلك. قلت لي الا فيك شي غدر فيك شي تحرميات راه هي بانت فيك. وني شنو اللي خلاه يطيح لك في بالك هاد الغدر وتحرميات ديالو لهاد الدرجه كاع يبنت عليك الموسي يبغي يصفيها معاك؟ الله اعلم. الله اعلم اخويا الله اعلم. حيت هو داير لي الدمع الجيره مع الجار اللي متكي عليا. انا دابا تنعاود لك بعد نكمل لك هاد القصه، نكمل لك بعدا قصه الموس. أيوة. المهم انايا هضرت معاه قلت لي ودي تذبحني علاش اش درت لك؟ قال لي ما عادي انا ما بغيتش نضحك. قال لي انا درتو على الوقت. المهم خليته حتى يهضر جمع دوك الماتيدو.
نزلت للحانوت نتقدى لهم داكشي اللي خاصهم العشاء، وانا مشي عند مول الحانوت حدانا ويقول لي انظر فلانه، قال لي اش درتي مع داك السيد؟ راه جاب لي حوايجو هنا، راه عطاهم لي انا وكان حضيره، قال لي منو؟ ها قال لي وها قال لي على داكشي اللي قالت لي البنت، قال لي راه قال لك بغيت يضحك ويهرب، حوايجو هما عندي في الحانوت. درت انا بحال ما شفت جوك الحوايج عاودت جبت الطق ديال البنات، قلت للبنت طيبي العشاء. شحال من مره ديك الساعات غيكون هرب من الدار وعاود رجع؟ ما زلت ديك الساعات باقي معايا، مازال ما عمرو خرج ديك الساعات فاش جا معايا هنا لمراكش، ما عمرو مشى، ما عمرو مشى، واخ كان تيغيب عليا ملي كنت فاقع ديال تيغيب عليا. ايوا المهم جيت انا في حالتي من الحانوت، درت هذاك مول الحانوت درتو ما قال لي والو. المهم انا قعدت واحد شويه تداروا البنات كاسكرو وداك الشيء، مشيت لدارنا ديت لماس انا نقول لامي ها كاين وها كاين، قلتها غير لامي با ما تسقش اخبار، قلتها غير لامي في التيسه خبيت دوك الماس عندهم مع قريب العيد الكبير. المهم طفيت انا هذاك الغدا ما جبت معاه باقي والو، جيت للدار في حالتي كي ام الفن تعشيت كي دايره نعسه وفيق. المهم خاطري صافي ما بقيش عندي الثقه، ما بقيش عندي الثقه نعس وسميتو الصباح قلت للبنات ما تبقاوش هنايا سيروا عند امي. كان مشينا للخدمة في وقتها مشات البنت الكبيرة من المدرسة، ديك ساعة البنت هي قاعدة صافي خرجها من المدرسة، هادي حسنا خرجها هو ديك ساعة من المدرسة صافي مشاو لعند امي ضلوا عند هذاك النهار. انا مشيت تنعاود على الناس اللي كنت خدامة عندهم يا مابي اوقع ليا اوقع ليا اوقع ليا، ويقول لي داك السيد اللي خدامة عنده قال لي بناتك تعودي تجيبيهم معاك، البنت اللي كتقرا تقرا قال لي تخرج من المدرسة تجي عندنا للدار، وحنا بعاد هما في الرويضات وانا في عين الطيب او بعيدة عرفتي شحال ديال بعيدة المسافة عليا الطريق. بعيدة عليا الطريق. المهم البنت الكبيرة وصلت على ولد جيراننا كيخدم تمايا، قلت له قول لي عافاك الا خرجت من المدرسة جيبها عليا تيضلوا معايا، كان ما كنباتش انا في الخدمة، كديت معايا البنت الصغيرة اللي كترضع وديت معايا حسنة. المهم كيضلوا معايا ولو كيضلوا معايا في الخدمة كنجي في العشية، كنجي في العشية كنلقى ديتي معاك البنت اللي كترضع؟ ايه البنت فايزة صغيرة، البنت اللي بقات عندي صغيرة. ولكن لا الثالثة كتلحق عليا تخرج من المدرسة كتلحق عليا، تنجي انا وياهم ثلاثة الكبيرة تنجي انا وياهم للدار، تنجي تنلقى التصاور كلهم مقطعهم، تصاوري وتصاوره هو وتصاور العيالات اللي كان واخد وتصاور شحال كيفاش قلتي ليا؟ كان هو واخد العيال، كان واخد هو أربعة العيالات. هادي ما هادي ما قلتيش لنا كاع، لا حسنا لا انت لا ما قلتهاش لك حيت مازال ما كملتلكش الهضره، انا باقي جاياك الهضره. انا معاك انا معاك. المهم حيد هذوك التصاور. انت شكون فيهم في الرابعه ولا شكون فيهم انت؟ نعم انا الخامسه. واحد واربعه انا الخامسه. المهم تنجي تلقى البيت سطوله باش نسقيو الماء معمرهم بالماء ومقطع فيهم التصاور، كل شيء دوك التصاور اللي كان بيني وبين معاه ومع بناته وحباب دياولو وداك الشيء كل شيء مقطعهم ما كاينش. هو خرج داك النهار خرج سول الجزارة قلت له واش شكون اللي كان هنا في البيت؟ قالت لي راه راجلك اللي كان. قلت له ما شكون اللي دار لي هاد الفضيحه في هاد الشيء؟ السطوله قلت لها لقيتو معمرين بالماء في البيت، والبيت مردود ما مسدودش ما سادش بالقفل، هي مردودين التفوف. قلت انا دخلت قلت لك ماشي حد طلع وجبد لي ماريو وداك الشيء وجبد داك الشيء قطعو المهم ويرجع في العشاء. قلت له شكون دار هذا الشيء؟ قال لك انا اللي درته صافي، بغيت نقطع انا هذه الحياه ما بقى بيني وبينك والو. قلت له ماشي مشكل، ما بقاش بغيتي تقعد قعدي مع بناتك، انا ديري بوجه بناتك وجلس معاهم. قلت له علاش هذا الشيء؟ قال لك انا ما خدامه هادي ما هادي. قلت له انا خدامه بحال انت خدام، دابا هاد البنات ها كبروا خصنا نتقادوا عليهم تيوصلوا زعما تيلحقوا يرشدوا ويديروا تا هما. كيفاش كيقول لك انا ما خدام ما كذا ما فهمتش؟ زعما بحالي لا انا تنقول لي انت ما خدامش زعما راني زعما دي قضيه زعما حيت انت ما خدامش قبل بناتك. ايه زعما وهذه القضيه ما ضايقات وما بغاش ما حملهاش. هو دابا كيشوف جوج جهات، ديتيه انت في وسط عائلتك بحال اللي كيشوف راسو باللي غيديروا به يديروا به وديري به داكشي اللي بغيتي، وزيادة الحالة الثانية أنه ما خدامش كيشوف راسه باللي زعما أنت بغيتي تحمليه بناته. أي بغيت نحملو بناته. أنا قلت ليه جلست خدمتي هو هذاك ما خدمتيش، راه أنت جالس مع بناتك تدخل وتخرج عليهم على هاد النقطة، على هاد النقطة ديال راه ما عندناش بانا هادي هي اللي ما بغيتش.
ياك. المهم هو متفق مع واحد الجارة، جا العيد الكبير شريت العيد كي قلت لك، كنت نجمع عند باي الفلوس، جا العيد بلا راس وسمحي لي انا نشري. هل ذكر الأربعة وانتي الخامسة، والد مع هذوك الآخرين؟ لا ما والدش معهم، الله أعلم، قال لي ما والدش معهم، أنا ما عمرني شفتهم. الناس اللي جوجوني بيه قالت كانوا واخد العيالات، ولكن ما عمرهم والد معهم. واش نقول لك، بما انك كنتي الخامسه زعما مالين الدار في الاول كانوا ما زعما ما قالوش لك لا راه هاد الاربعه تجوجات وانت الخامسه راه غادي تذكر؟ بابا ما باغينيش نتزوج به، رغم عندك الناس اللي كنت عندهم قال لك لا صافي تزوجي ديري وليداتك، ما عاديش تبقاي جالسه خدامه عند الناس. المهم للرزق وصافي ايوا وكتاب. ايوا بغيت نقول لك هو متفق مع السيده، قال لي عاد ديك الساعه راه شاد لاسورونس كي قلت لك، اي لاسورونس ديال البنيته حيت طرات لك الحادثه. اييه هو ديك الساعه معمر جيبو قال لهم دابا هي راه فيها الكواتخ عليا انا، راه فيها الكواتخ، عادي ديروا لها السبه باش تجبدوا تضربوها. المهم انتم غادي تحاموا على البنت وباها امها، ما فهمتش. هما ثلاثه جيران جيران، دابا هو محرش الجيران باش يجي يتحمى. هو اللي محرشهم، هو اللي محرشهم، جا قلت لك العيد باش بيجبدوني. كيفاش محرش هو الجيران باش يضربوك انت؟ هي حيت هو ما قدرش يذبحني، ما قدرش يدير لي حتى شي حاجه، حيت قلت الذبيحه هذه كاينه. وزعما وشنو بينك وبين هاد الجيران باش هما غيورطوا راسهم يضربوك؟ الله اعلم، الله اعلم اش كان بينا وبين، حيت كانت عندهم بنت مطلقه، كانت عندهم بنت، الله اعلم، ما نقدرش نكذب انا ولا واخا كاع تكون مطلقه واحد بالزواج مطلق زعما يجوج لي زيت سته ماما الله اعلم. المهم جا العيد قلت لها فلا نشريو العيد، قال لي ما عنديش، قال لي انت تتحكم بحال ديما سيري شي، قال لي ولا قعدي هي بحال هكا. المهم انا مشيت عند الوالد الله يرحمه، قلت له با ديك البركه شحال فيها؟ قال لي يا بنتي فيها 13000 ريال، زادني شي حاجه على، قال لي وسير عطيه ويشري. البركه اللي كنتي كتخبي عنده كل سيمانه يا كل سيمانه؟ اه كل سيمانه كندي ليه لا 1600 كنخلي 600 ونعطيه هو 1000 ريال. بلا ديك ما كنتي قلتي لنا شي 100000 ريال حطيتي اللي كان عطاك هذيك اللي عطاني انا ما عرفتهاش واش عطاها لي من الكيرسي ولا من الفلوس تاعو ولا بنت، الله الله اعلم. المهم هذه انا محيده على رقبتي الله اعلم. المهم جا العيد وليت جبت هذيك البركه، قالت لي ونوض سير سير لولادك. السبت الجمعه جبتهم لي من دبه، والسبت كان عندنا سبت بن ساسي كيعمر نهار. اييه قلت لي وسير سير لولادك حداكم، حدا عيني طيني تقريب لكم شويه. حدا عيني ايوا مشى عطيتو ديك 13000 ريال، زادني با عليها شي بركه، قال لي كيفاش باش يكمل ما تخليش، قال لك زعما هو يطيح ليه الضيم راه ما حيت ماشي هو اللي عنده الفلوس. انت عندك فلوس خليه هو يكون قدام البنات، هو اللي جاب لهم الضحيه. شوف حنا فين كنويوها وشوف هو فين تينويها. واخا ايوا سيدي مشى جاب ديك الضحيه، جاب داك الخروف فرحنا به. ايوا نهار العيد ما فكلها، نهار العيد ذبحنا شوينا داك البركه، في العشيه كنتجمعوا حنا الدراري خوتي وخواتاتي كنتجمعوا عند الوالد. باقي خوتي كاع ما مجوجين، غير انايا وواحد اختي. ايوا تنتجمعوا عند الوالد كنشوفوا داك الشيء كتب الله، تنديروا هذا في العشاء وداك الشيء كنمشيو في حالاتنا. نهار تاني عيد انا صباحا ما خداماش، قلت للبنت الكبيره نوضي انت عجني المطلع وانا غادي نغسل لك الماء، قالت لي ماما انا نغسل معاك، قلت لها لا انت عجني المطلع انا اللي غادي نغسل الماء. حسنا قلت لها نوضي سيري سقي الماء، ما عندناش حنا الماء. من ديك الخرجه خرجت الماء هنا كفم البيت حيت ما عندناش الكوزينه ديك الساعات. خرجت الماء فم البيت ويت نغسلهم، كان تيبان ليا داك السطل ديال النفايات فيه داكشي ديال الخرف، داكشي تاع نهار العيد كلشي مجموع فيه ديال ديك السيده. حطاتو لي حدا باب البيت بيني وبينهم حدا باب البيت. قلت لها فلانه، قلت لها عافاك اختي لما حيدي داك السطل، عندي البنيه صغيره تمشي تخرج تشرب لي داك الماء دي تمرض ليا، الديره اللي تحضر. انا قلتها ليها قالت لي مالك، قالت لي الفعل التركه، علاش تهضري علاش تهضري يا المستخي هادي بدك بعد الكلام. المهم انا بقيت نشوف فيها، حضرت راسي قلت انا قلت لك حيدي يا السطل، ما عيرتك ما سبيت، حيدي ليا يا السطل حدا باب بيتي ودبري راسك. ديك الحضره اللي تحضرت انا بغيت نهز لهم الكوكوت نحيدها من القصريه باش نغسل الكيسان، داكشي تطر عليا من راسي جراتني.
خرج باها، خرجت امها تيجروني لعندهم جيران البيت. ايه الجاره، هي وبا امها الجاره، هو قاعد في البيت طارق التلفازه، جهد هو قاعد التلفازه ملي سمع الغوات، حيت هو في راسو العشين. انا ديك ما سقتنيش الخبر واش هو اللي محرش عليا الجيران، انا ما فراسيش. توقعت الواقعه اللي سقت الخبر. المهم تحاموا عليا، ضربوني، راه باقي عندي التصور، باقي عندي كلشي، باقي عندي الاستدعاء، باقي عندي كلشي عندي باقي. المهم هو تاع جهاز فين كان هو؟ كاين في البيت، عندي في البيت هو. هذا كانت شي نهار ثاني عيد، تيصبحوا الناس كاين عرفتين هذا سميتو كي تنديرو في العيد، تنشويو قتبان، تنديرو فطور تقليدي، تنشويو قتيبه، تنعمرو اتاي. ايوا المهم هو هما تياكلوا فيا، وهو قاعد جهد، هو قال لك التلفازه وقاعد تيتصنت. ما تحسنا مشى تتجري عيطت لدارنا، بيني وبينهم السويقه الشخصي، هما في تاكوريانت وانا في تنقول لها عرفت فوره هنايا في عينت. ايه المهم مشات هي تتجري عيطت عليهم، جاو تيتجاراو، وجات واحد السيده هي الاولى بعدا، كان باها واخد عمتي انايا. جات تجري تسمع الغوات في الدرب، تتقول لهم فين كان هاد الغوات، هي تلقى باب الدار محل طلعت، هي تقول يا بنت فلان مالك يا كلابس، قالت لها راها كاينه كاين، فكتني منهم نص منهم. لا راها كاينه كاين، قالت لي هذيك كنا تنقول لها عني طريه ديك الساعات هنايا واخا بلا سميت. هذه كنيتها واخا. المهم المهم هي فكتني منهم، قالت لي دابا تمشي تقيدي ديك الساعه، داتني بالكوالا عند منصوري الدكتور منصوري، صوب لي السيرتيفيكا، صورت كل شيء تبعته، النهار الاخر ديته للوكيل. انا تنمشي لعند الوكيل، تنخرج من عند الوكيل، تلقى السيده اللي كتجي، اللي كتجي البنت وخو البنت، اللي ضربات السيده واحد السيده كتجيهم. لقيتي غير صدفه في المحكمه ولا لقيتهم في المحكمه، لقيتهم صدفه في باب المحكمه. وخوها وكيعرفوك انت مجوز؟ اه تيعرفوني، حيت تيجيو عند، تيجي عند با امو، خوها تيجي عند با امو كيشوفني انا تما في الدار، حيت دار وحده وساكن فيها كل واحد جد بيت. المهم قال لي مالك ياك لاباس، اشنو انا وجهي كان مجروح. قال لي مالك ياك لاباس وقاعده هنايا، قلت له ودي هطره ليا وهطره ليا، اختك هدرت هدرت هدرت. قال لي انا نجيك من الاخر، قال لي راجلك اللي حرشه، راجلك قال لي اللي قال لها انتوما ضربوها ولا قتلوها ولا ديروا فيها اللي بغيتو، ديتها في جيبي. قلت له ياك، قال لي هي صافي. جيت انا عاودت لبا، قلت لها كاين وكاين السيد اللي محرشهم عليا، كاين كاين. قال لي صافي ماشي مشكل. واخا انا مازال كنسول زعما، بما انه كاع وصلوا لهذا القد. قلت لك انا السبعه تلقاني خرجت في حالتي الخدمه، ما كنجي حتى السته السبعه اللي كنجي، ما كنضلش معاهم كاع. ايوا المهم صافي. نهار الاخر مشيت قلت لك ديت هذيك تعطي. وانت هاد الافاده قلتيها للوكيل الملك؟ قلتي له ودي راه شي ناس قالوا لي باللي هنا في تعالي. كلشي قيدته انا في الورقه، كلشي الشكايه ديالي. الشكايه ديالي كلها، ما تنهضرش انا، تتهضر الشكايه ديالي، حيت انا ما قاريش ما عرفاش، تتهضر الشكايه ديالي. المهم التصويره، المهم راه التصويره ديالي ديال صافي. عيط لها هي، بقات انا ما مشيتش هذاك النهار، فاش عيطت انا انا صبحت مريضه هذاك النهار. صافي المهم شكون اللي عيط لها هي؟ عيط لها الوكيل، صيفطوا لها جارتك المحكمه. ايه جارتي انا هذاك النهار. شكون اللي استدعاها البوليس؟ ها؟ شكون اللي استدعاها البوليس؟ استدعاوا، جات لها ورقه، جابوها لها من المحكمه صافي. ما عرفتش انا واش البوليس ولا دوك ديال المحكمه. المهم انا ما كنتش، ما كنتش انا في الدار، البوليس غالبا اللي غادي يمشيو ياخذوا الاقوال ديالها. اييه دار الاقوال ديالها. المهم انا مشيت لعند با. هذاك النهار قالت لك امي حنا ملي كنمشيو عند خالي كنتجمعوا عنده، تنديو الطيب وكنمشيو عنده. مشينا هذاك الصباح، مشيت زيت اللحم اللي بقى عندي في البيت، وخليت الاخر معلق، ما عندي لا ثلاجه لا والو، زيتها منه الطرف اللي بغينا نديرو، اللي بغينا نطيبو نديو عند خالي. مشينا طيبات امي الغدا، مشينا عند خالي في العشيه، جايين تيجي عندي خويا الاخر، خويا اللي تابعني انا ماشي اللي كان جالس معايا، خويا واحد اخر تيجي عندي. قال لي فلانه، قلت
قلت لي نعم، قال لي واش الصباح مع من كنتي واقفه؟ قلت لي كنت واقفه مع لوست اختي بون الدار. قلت لي علاش؟ قال لي راه سي راجلك قال لي لقاك واقفه مع شي واحد في باب الدار. قلت لي ديك الساعه بلي لقاني واش نقع عليا ويدي لي التهمه ديالي ديك الساعات، ماشي حتى لدابا عاد ويقول لك انا واقفه مع لوست اختي، حيت لوست اختي ساكنه مع امي، كنا حنا جيران، هذا ولد جيران دي اختي. المهم هي تتسولني قالت لي كي صبحتي وهداك الشيء. المهم قلت لها بنتي هاكين هاكين هاكين، راني درت شكايه، راه مشيت دفعت على الوكيل وجيت في حالاتي صافي. جينا جيت هكا في العشيه، اختي قالت لي ونمشيو ليه، قالت لي دابا للدار، لحقوا عليه للدار نشوف هذا الراجل اللي واقفه مع انتيا. هو فاش جا عندي الصباح للدار عند امي عيط على جارتنا قال لها كلمي ليا بنت فلان، حنا كانوا كيقولنا بنت وصافي. كلمي ليا عليك انتي خدوش، اي عليا انا خدوش، راجلك هو اللي جا، راجلي انا، يا راجلي جا قال لها كلميها ليا. انا قلت لها يدخل، علاش ما بغيش يدخل؟ لا ما ناش درنا لي مولا ما بغي يدخل. ويقول يا خويا اش عدير هذا اللي كان معايا اللي كان عايش معايا؟ قال لي علاش اللي ما تخرجيش عنده تفهمي معاه، شوفي راجلك شنو بغا وتفهمي انت وياه بالدار بلا ما يدخل عندك. المهم خرجت عنده جايب ضانون للبنت الصغيره ويقول لي شنو هادشي دابا؟ دابا شنو كي؟ قلت له شنو هادشي درتي؟ مشيتي حرشتي عليا الجيران؟ واش درت ليك؟ واش هذا؟ قال لي ما انا، قال لي واه، قال لي لسان ما في عظم وهادي وانا راهي هضرت. وانا قلت لي لا، قلت لي انت غدار، ما حيت قلت لي ما ذبحتينيش، ما لقيتيش الوقت فين ذبحتي، حرشتي عليا الجيران صافي. صافي هي هذيك فاش قلت لك انا مشيت عند، مشينا عند خالي تغدينا في العشيه، جا عندي خويا قال لي ورا لقاني واقفه مع لوست اختي، هذا راجلي لقاني واقفه مع لوست اختي وعارفه وهضرات معاه ودوات معاه ودوا معاها صافي. انا دخلت في حالاتي مع قلت لك بنا نديو الغداء عند خالي صافي. مشينا قلت نبدل ساعه اخرى ملي تمينا جايين في العشيه قلت لك تلاقيت مع خويا جاي خالط علينا، لقينا خارجين قال لي بنتي راه جا عندي راجلك، ها قال لي، ها قال لي. قلت له ويلا كان يمشي يجيبوا لي دابا صافي. ديك الساعه مشيت انا من عند خالي جيت عنده للدار، تلقاه ثاني حاط المسوق بالطبله ومقاد ومحسن وجمع حوايجو وسبتو حاط داكشي اللي تياكل. وكيما طلعت مع الدرجه مع حنايا بيتنا منو الدروج زيد هكا الخاميه ويقول لي فين كنتي؟ قال لي الحمر اللي ولدك فين كنتي؟ قال لي الحمر. المهم على كل حال نتجاوزوا هاد المساله هذه. المهم ايوا سميتو ما خواتاتي تابعيني من الله، قالت لي ما كانتش في شي بلاصه، قالت لي كانت معانا وكانت مع امي وخويا وكنا عند خالي، ما كانتش في شي بلاصه صافي. هي هذيك من هذيك خرج في حالته الزنقه، ما بقاش بان عاوتاني ولا شنو؟ غبر من دوك بحال دوك الغبر؟ لا ماشي غبر، ديك الساعات خرجني قال لك بيديني في ديك الليل في العشره الليل قال لك بيديني لدار القاضي يتلقني ياك. انا بغيت باش نعاود لك علاش ضربوا خويا اللي قالت لك هي ضربوا خالي. المهم وليت خرجنا قال لي تمشي معايا دابا لدار القاضي، قلت له يلا هي اللي ما تعاودش يلا نمشيو. ركبت البنت في داري الصغيره، البنات وليو شديت بيديهم تمينا خارجين للزنقه. جوقه تابعنا حتى للزنقه حتى لعند ليراك. المهم اخويا جاي طالع قال لي منكم ياك لاباس؟ قلت له راه قال لي بوي الصباح لقاني مع شي واحد في باب الدار. منين خرجتيني اخويا؟ قال لي كان اللي قلت لك خرجي عنده، انت كاع ما بغيتي تخرجي عنده، قلت لك انا خرجي عنده تتفاهم. قال لي ديك الساعه ملي لقيتيها هي والراجل شدها قال لي وعيط لي نخرج نشوف. قال لي شنق على الراجل شنق على هي ونخرج انا قال لي ونشوف. هي ديك فاش ضربوا دحاها هكا طاح هو على الريدو ديال الحانوت، شديت انا بيديه قلت لي دابا انت باش تعلم تعود طيح الباطل على بنات الناس دابا، وبغيتي تقعد ولد الناس انت بناتك وبغيتي تقعد سير الله عليه لقينا صافي. هذيك هي خرجتو صافي، هذيك هي الخرجه ديالو، ما ضربو حتى حد، ما عاير المعيار، ما عايرو حتى حد، حتى شي واحد ما وصلو صافي. مشى في حالته، قلت انا مشى في حاله، قلت راه ما باقيش غادي يبان بحال دوك الغبرات ديالو، غادي نقدر نوض نخدم انايا كيما تنخدم ديما. انا خرجت خدمت دوز، قلت لك 3 ايام ديال العيد خرجت نخدم، 3 ايام ديال العيد الكبير خرجت نخدم. بناتي وليت تنديو معايا عند هذوك الناس الاخرى، كتمشي للمدرسه والجوجات كيبقاو معاك. والجوج كنديو معايا، كنتي معايا حسنه والبنت الصغيره.
المهم تاتا واحد النهار ما ديتش معايا حسنه، دايه غير البنت في ظهري ودايره لها القرعه تاعت الحليب في هذاك السويكيجده ديالي، غاديه تلقيته في واحد الدوره. شحال دازت المده عاد لقيتيه في سيمانه؟ في سيمانه، سيمانه سيمانه نعطيك بالحساب سيمانه. تاتا نشوفه خارج يوم واحد الدرب شنق عليه قال لي تعطيني بناتي، قلت لي ما نعطيش نعطيك بناتك، ما عندكش من عندي تديهم، هذوك بناتي انا ما عندكش من عندي تديهم. شنق عليا هكا دابا تبدا تجمع عليا الجوقه، قلت لي دابا نمشي انا وياك للبوليس، دابا نمشي انا وياك للبوليس، هو اللي بغى يفرقنا. صافي تجمعت عندنا الجوقه، فرقونا الناس، قال لي اش بغيتي عندها هي دابا غادي لتميره، اش بغيتي عندها طال دارك فرق مع المشاكل اللي بيناتكم. صافي هي هذيك مشى في حالته، من تما مشى في حاله. وهذا الشيء ديال الجيران وحرشهم وهاد المشاكل كلها، كنتي كانوا كيعرفوها بنات، كنتي كتعاودي لهم ملي كبروا هاد الشيء؟ شافوا كل شيء، شافوا كل شيء، راه شوفوا حاضرين لكل شيء، تنتنت في قدامه، راه تنتنت في قدامه، ماشي هما ما حاضرينش ولا عاقلين. البنت عاقله عندها 13 سنه داخله في 14، والخو هي هادي حسنا راه عندها 9 سنين تدخل في 10 سنين ديك الساعه. اييه كبار عاقلين. عقلي ماشي ما عقليش عقلي. لا زعما هاد القضيه ديال مثلا في الكبار مثلا شي حوايج اللي بينك وبينو ما شافوهاش كنتي كتعاودي لهم؟ اللي ما شافوش هادوك اللي داكشي اللي ما شافوش هما صغار ما كنعاودش لهم، ما عمرني عاودت لهم الان حد الان، ما عمرني عاودت لهم بزاف د الحوايج ما كنعاودهمش لهم باش ما نكفرهمش عليه، فهمتيني؟ باش ما نكفرهمش عليه. المهم شاف في حالته قعد، داز العيد الكبير، داز عاشوره، جا عيد الميلود، جا هو تيمشي لعند با ديك فات في باب تكوالا، قال لي مشى عنده قال لي شنو بغيت تلبس الصلح؟ لا هو جاوبه قال لك بغي يشوف غير بناته، غير بناته ما باش هو الصلح ما با حتى حاجه. قال لي جا عنده ليله العيد، قال لي صباح العيد غادي نخرجهم لك تتشوفوا. قال لي بناتك هذوك من حقك غادي تشوفهم، انا بدلت لهم تلقاني كاسياهم، بدلت لهم صوت لهم. صافي يا ديك خرجهم با من 8 ديال الصباح هو واقف بهم في الكاميرا حتى ل5 العشيه، ما جاش هو واقف بدوك البنات. صافي جابهم لي في عشي، قال لي با ما عمره قال لي يقول لي خرجهم نخرجهم ليه، ما جاش. صافي بقيت هكاك، صافي مشى في حالاته. شحال غبر بهم كاع بالبنات؟ غبر بهم ولا شنو؟ لا ما جاش كاع، ما جاش كاع، ما شافهمش. قال لك بغى يشوف هو بناته، حيت قال لك صافي هو بغى يمشي يغبر من مراكش بغى يشوف بناته، بغى يقتعم لهم زعما الوحش ويمشي في حالته. باك مني دار هذاك الشيء، قال لك انا ما عمرو كاع يجي عندي انا كاع. قال لك انا ما عمرنيش نخرجهم لي، ما عمرني نتلاقى معاه، قال لك ما عندوش الكلمه، ما صافي ما بقاش، ما فيش ثقه، ما بقاش غادي نديع فيه. واخا بناته يجي قال لك عرفنا فين ساكنين. واخا صافي يا هذيك مشى في حالته. واحد العام انا ساكنه حداهم في الحومه، حدا والديك؟ حدا والديا، بغيت نعاود نبدل المحل، بغيت نتحول لواحد المحل اخر. ها هو دايز، ما عرفتش شكون اللي قال لي راه. شحال داز المده؟ داز شي ما عرفتش نقول لك شي 5 شهور ولا 6 شهور عاد عاود بان. صافي من هذيك هو دايز حدا الدار، من حدا الدار اللي ساكنه فيها، وتتعيط عليه حسن تقول لي بابا هو تلفت فيها ودار بحال ما تيعرفهاش. صافي من هذيك صافي ما بقيتش شتو. صافي بديت انا تحولت من ذاك البلاصه فين كان عرفنا هو، تحولت منها صافي ما بقيتش شفتو. صافي انا ما كنسولش عليه، صافي انا ديك الساعات مغلغله، ما باقي حملت لا نسول اش كيبان لك. ما بقيتش يبان لي كاع، واحد الوقيته نسيت راسي كاع واش انا كنت مجوجه، نسيت راسي كاع. ما تنجيش في العشيه ونشوف بناتي ناسي راسي كاع انا واش تزوجت ولا طرا لي كاع داك المشاكل. هذا هو. ايوا هادي النقطه اللي ضرات حسنا، قالتك اجرينا عليه وضربناه وتخاصموا مع خوتي. ولكن عمرك ما شديتي حسنا بينك وبينها وقلتي لها بنيتي انا راه ما جريت على باك ما حتى شي حاجه؟ ديما كنقولها، ديما لحد الان تنقولها، ما عمرني جريت عليه انا لحد الان. ولكن ليها وبينك وبينها وعينك في عينيها هي تنجلس معاها تنقولها شوفي انا ما جريتش عليه، ما باش يجلس. قلت لك فاش تخاصمنا فاش دار هذاك المشكله راني تبعته، قلت لك حتى لحدا العماله، وتنقول لي شوف انت رجع دابا قعد معايا مع ولادك،
واخا كاع وقع هاد الغيار، واخا درتي ليا هادشي، واخا بغيتي تذبحني، واخا مع كاع شي بغيتي دير، جلس مع بناتك. قال لك لا ما باقيش انا جالس معاك، ما نشوفك مراك. صافي الله يعاونها عليك. صافي هذا ما كان لا حول ولا قوة الا بالله. هو تان جلس معاه تنقول لها شوف بنتي راني ما جريتش على باك، باك اللي ما باقيش بغى يجلس معانا، واش مشدو معايا بزاف؟ ما يمكنش نشد معايا واحد ما بغانيش، ما بغاش بنات، وخلى ثلاثه البنات ونشدو بزاف. انا مخلصه كرا، انا مخلصه ضو، انا كاسيه، انا كنجيب الحاجه، واش بقبيتي؟ هو تان كسيه، هو كان كسيه في العيد بحالو بحال بناته. ما نشريش لي انا الحاجه ونشري عليه هو، تنقول هو براني زعما ساكن هنا براني. وشحال هذه ما شتيش حسنه انت؟ نعم شحال هذه ما شتيش حسنه دابا؟ اه دابا شي شهر دابا باش ما بقيش الشتاء، دابا كامل غاديه في الشهر ما بقاش، ما بقيش الشتاء، ما باش تجي عندي، ما باش نميتو. ملي دارت هذا الشيء ما بقيش انا شفتها، هذا الشيء قلقني اللي دارت. تزوجات؟ اه الو دابا تزوجات؟ دابا راه مجوجه حسنه، دابا مجوجه نعرف. اه دابا مجوجه واخا، ولكن ملي مشى هو كيفاش بقيتي انت عايشه مع حسنه والبنات وداك الشيء؟ خدامه تنخدم، ما تنخليهم في محالهم، ديك الساعه ما كملوش قرايتهم، ما بغاوش يقراو. البنت الكبيره قالت لكم ماما صافي ما بقيش، ما بقيش ركزت للقرايه. قلت لها صافي زدت على خاطرك، ما ديش نبزز عليك، انا بغيت تقرا وبغيت ما نكرهش حسنا الا كانت معنا في الاستماع تجاوبنا ولا تواصل معنا وتجاوبنا، لانه ما كرهناش نتواصلوا، لانه دابا سمعنا منك وسمعنا منها. ومن المفروض يعني لقاو شي صيغه بعدا على الاقل باش تستوعب باللي انت داكشي اللي عانيتيه. بعدا اللي شافوه راه شافوه، واللي ما شافوش راه شافوه. الا بغات تقولها، الا بغات تقولها راه الله كاين، الله احسن من كل شيء. حنا تقول الحقيقة، تقول الله رقيب على كل واحد، ولكن حنا ما كرهناش ان حسنة تعرف باللي انت ماشي ام جرتيها من باها، وما مشيتيش انت من باها، ما خرجتهاش من المدرسة، ما حتى حاجة، ما حتى حاجة، ما خرجتهاش من المدرسة، ما حتى حاجة. هي بقيت معاها حتى النهار اللي بيجا هاد السيد، وما كملتلكش الهضرة ديال انا معاك فاش قعد معايا خويا، وفاش هي هذيك فاش قلت لك هو مشى في حالته، وليت كريت انا قلت لك واحد المحل، وليت ديت معايا خويا حيت انا بوحدي وعندي ثلاثه البنات، وسكنت في الدار حيوت قصار، انا ما غاديش نعيش. قلت لي يلاه معايا خويا قعد معايا عمر عليا. صافي ديتو معايا، وقلت انا تنضل في الخدمه، هو تيكون معاهم نهار اللي تيكون خدام، راه خدام في العشيه تنتجمعوا في الدار. المهم تلقاه واحد السند مسند عليه معمر عليا كتافي. هي كتقول باللي لا كان كيضرنا، كان كيأدينا، وكان متحكم فينا، وكان متحكم فيا. تيضربها على مصلحتها، الا دارت شي خطا تيضربها عليه. كل ما هو ما عنديش الحق تتولد وليدات. شنو المواقف اللي كتصادم مع خالها فيها؟ ها شنو هما الحوايج اللي كتخليها تصادم هي وخالها؟ كانت قبيحه، كانت واعره، كانت هي واعره من ناحيه من واعره، بغات تخرج، بغات تلبس، بغات دير بزاف د الحوايج. بتلاقى مع اي انسان، اللي قلت انا ما تلاقيش مع ديك الانسانه، ما تلاقاش معها، ما كتسمعش ليا. ملي ما كتسمعش ليا تنقولها لي، تنقول لها ودي راه كاينه كاينه كاين، باش يجي شي واحد يقول لك راه اختك، بنت اختك شفتها هنا ولا شفتها هنا، انا تنقولها لك. وانت كنتي كتعرفي هذوك المصاحبه ديالها وما دوك البنات معها؟ اي انا عارفه، حيت انا عارفه، حيت انا عارفه، حيت انا كبره في هاد الحومه، عارفه شنو كاين فيها. المهم على تتوي كبدتك توي لها شي حاجه خايبه، تشوفها في شي حاجه خايبه؟ لا هذا هو. المهم المهم بقى معايا خويا حتى نهار اللي تحولت من هذيك الدار، وليت شديت غيبيت مع الجيران. حنا جوج الناس صافي، هو يا سهل عليه الله مشى تزوج. صافي بقاو تيجي يطلع عليا، واخا تتزوج يجي تيطلع عليا. جوج اللي تتلقاه عندي في باب الدار تيدق عليا، تيقول لي واش كاينين البنات مجموعين، تنقول لي كاينين، تيقول لي الله يهنيك تصبحي على خير. ديما يومين با مساندني من ناحيه المعيشه، خواتها تيتهم الا كانت عندهم شي حاجه تيروفوا علينا. المهم واقفين معانا في ديك اللحظه اللي فاش مشاو باهم، ما خلاونيش بوحدي. صافي هذيك الخطره فاش قالت لك هي علقها في الشجره، هي خلعها ماشي ضربها ولا، هي خلعها.
ست هي شافتها واحد السيده ومشات قال السيده اللي قالت ليه راه بنتك بنت اختك مشات مع فلانه خرجت مع فلانه ديك الساعه بدات يلا كملت شي 12 سنه عند تكون عندها ولا 13 سنه المهم انا ما كاينش البنات شكون اللي بيحضي شكون اللي بيقابل والبنات طايشين ديك الساعه خالهم اللي بيحضيهم اها صافي هادشي هي ما تقبل هي النقطه اللي بقات عاقله عليها قالت كجرى لي على با ودا لا ما جراش عليه هو اللي ما باش يجلس با ما باش يجلس معايا بغيت نقولها تنعاود با اللي ما باش يجلس معايا وقع لي وقع بيني وبينه المهم انا ملي شفت هذوك ثلاثه البنات ما باش نفرط فيه يجلس معايا يكبرهم معايا المهم واخا خدم واخا ما خدم المهم راه با وتوا كان بلي بالقمر كان ايه مبلي بالقمر مبلي بكل شيء وما باينش وما كان بينش انا راه تيدير وكانوا بناتو كيشوفوه في ديك الحاله اولا كانوا كيعرفوا بانه لا ما كيعرفوش كاع واشنو داير ولا ما تيعرفوش حتى شي حاجه ما كنخليهمش يفهموا اشنو كاين ما كنخليهمش الا اللي ما لقيتي ليه جهد اللي ما لقيت ليه جهد الا دارها قدامهم صافي هادشي اللي كاين صافي المهم كبرات البنت قالت لي خرجت تخدم هي اللي بغات تخدم سيده انا بنت كبيره لا على الحسنانيت انا ما خرجتش تخدم انا ما خرجتش تخدم عمرني فكرت نخرج بناتي يتعذبوا على برا عمرني كان قلت لهم انا عمري عليكم خساره نجيب القليل ولا الكثير المهم عايشين باش ما عطى الله ما مخليهم حتى من حاجه اللي ما شريتهاش تنطلقها والمهم غاديه مع الحياه نهار اللي كبرات ورشدات قالت لك انا بغيت نتزوج قلت لها شكون هو هذا الولد جابته لي واحد النهار انا كنت فتحت الكواتر كنت مرضت وفتحت الكواتر حتى ملي سمعني خرجت من السبيطار جابته لي نيت هذا السيد اللي معاه دابا طلع قالت لي يا ماما هو يجي عندي فلان اللي قلت لك قلت لها الا كان شي معقول وكان سنتي تهلا فيك وبغيتي تصبري عادي نقول واحد عرفته في الخدمه ديالها شوف فين عرفته الله اعلم انا ما عرفتش فين عرفته ما عرفتش فين عرفته المهم انا كي قلت لك ما بغيتش نشد معاهم الصعوبه أيه. دايره معاهم صاحبتهم وامهم في نفس الوقت كنقول لهم لي طرا لكم عاودوا لي اللي هضر معاكم جيو قولوا عليا ما تخبيوش عليا حتى حاجه ما تخبيوش عليا المهم كبروا معايا بحال هذا صاحبتها مع الاخرى امهم وصاحبتهم في نفس الوقت ايوا المهم جا هذاك السيد جا طلع ليا قال لي على سلامتك صافي خرج في حالته قلت لها بنتي هذا الولد راه ما عادش هادشي اللي قال لها فمي قال هذا الولد راه ما عادش تعيشي معاه مزيان قالت لي لا ماشي سوقك انا بغيتو وبغاني قلت الله يعاونك الله يسعدك الله قالت لي ماشي سوقك ماشي شغلك صافي قلتها لخوتي انا قلتها لبا قال لي الله يعاونها بغات تستر راسها الله يعاونها حتى حد ما خسر ليها المهم بقات هكاك حتى شي عام ولا ما عام وشي حاجه المهم النهار اللي كتب الله جاب دارهم قالت لي هذا تي راه يجي يخطب جاب دارهم خطبها من عند با وخوتي خطباش من عندي بوحدي واخا احنا معاك ايه لا خدوج وخليك معانا انا كنتمنى من الاخت حسنه من مراكش باش تواصل معانا لا لشيء الا لانه دابا احنا سمعنا منها سمعنا كيفاش الافادات اللي كانت قدمات خصوصا غياب الاب ديالها وحتى جات من بعد عرفت باللي توفى بعد ما ديكلارو باللي راه كاينه حاله اختفاء بالام سمعناها بالمشاكل اللي كانت قالت لنا عاشتها مع هاد الزوج الاستقرار فقادير شحال مره كيمشي ويعاود يرجع ويجي ويرجع ويجي هاد الحياه هكا عاشوها وسط الواقع ما لقات الا ان عائلتها يحوزوها هي كتمشي تخدم هو شايده مره كيخدم مره كيمشي كاع تايلا خدم ولا الا ما خدمش كاع تيقدر يمشي ويزيد خلفه حتى كيعاود يرجع مره كتلمو كتقول يمكن يكبر معايا الدراري لقات راسها اللي يقدر يحوزها هو ولا اللي تقدر تحوز ليه هو والديها باها خاصه اللي كتحكي لنا عليه بانه كان مآزرها اكثر
الشاهد عندنا انه في واقع هاد العلاقه اللي ما كانش فيها استقرار كانوا كيشوفوا البنات شحال من حاجه، ولعل داك المشي ديالهم مع امهم راه كان حتى هو دليل على انه كان واحد الواقع ماشي مزيان وما مستقرش ومضطربه هاد العلاقه. ايوا حنا سولنا لا خدوش، قلنا ليها واش حسنا كانت كتعرف شي حاجه من هاد الشيء؟ هي اللي كانت كتشوف طبعا، قالت لنا راه كتشوفوا، ولكن قلنا كنت كتخبي شحال من حاجه كما كانتش كنقولها ليهم اللي ما كيشوفوهاش. خلي داك الشيء بيني وبينو، انا معاك على لا خدوش. واخا نعم. قلت لك بغيت نسولك على نعم، دابا انت يا مني مشى هو زاد خلفه شحال داز من عام عاد عرفتوا باللي راه السيد مات؟ داز شي هو مات دابا باش مات 17 سنة دي باش مات، قولي خرجي بشي عام ولا عامين ومات. عامين ومات مات. شكون السيدة اللي معاك؟ شكون البنت اللي معاك؟ بنتي حيت أنا ما عرقلتش على السنة فاش خرج. إيه بنتك الكبيرة هادي؟ لا الصغيرة. الصغيرة اللي كانت كترضع. كترضع. أييه هادي الصغيرة ما شافتوش كاع، تتشوفيه في التصاور. ما عمرها شافتو؟ لا ما عمرها شافته كاع، ما عقلاتش عليه، هو خلاها صغيره ما عقلاتش عليه. صحيح. ايوا شويه هاد المشاكل كلها سترتها يا انايا وجمعتها وما قلتها حتى لشي واحد. حسنا دابا ملي مرضات هي اللي جبدت هاد الشيء كامل، وانا ما بغيتش انا كاع نجبد هاد الشيء، هاد الشيء تنجبدو تنمرض حيت هذاك الشيء داز عليا كثير 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 بزاف. كيفاش مرضات هي؟ واش كان في هذه العلاقه كان مرضات هي دابا هي دابا كانت العلاقه مع باها وكل شيء فيها، كل شيء فيه دايره صاحبها وخوها وباها وكل شيء كانت تفرق معاه. شكون؟ نعم مع با كان عزيز عليها، كان عزيز عليها با، داك الشيء باش بقات في هذيك العقده ديال التراجع. ولكن كيفاش عزيز عليها؟ هو ما كيعيش معاها وهي كتشوف، ما كيعيش مع داك الشيء من ديك وهي كتشوف مضي الموس وهي كتبز ما عرفتش. هي هي تقولها هي اللي قالت لي مضي الموس، انا ما كنتش كاع في الدار، ما كنتش انا سايقه كاع الخبر لهذا الشيء كامل. كيفاش واحد غادي يكون عز عليه با ومو وهو كيشوف صوره العنف هذه؟ ما نقدرش. واش واخا قلتي لي رجعوا انا وياك 17 عام دابا البنت اللي كانت راضعه، ولكن ديك الساعات كانت كترضع، هو كان رجع ديك الساعات هو البنت في الصغر. ولا ديك الساعات راه باغي يمشي في حالته البنت، ما شافهاش كاع، ما كبرهاش معايا كاع. ديك الساعات صافي دار داك الشيء اللي بغى يدير ومشى في حالته، وبقى خلى البنت صغيره عندي. باقا نيت كترضع ديك الساعات؟ اه باقا كترضع رضاعه. فاش عاودت لك جاب لي الخبز وقال لي كولي انا نفيسه وسميتو راه خلاها باقا تطلع. هي دازت عليها مده وزاد في حالته. لا حول ولا قوه. المهم في العيد الكبير اللي سميتو اللي لقى البنت يلا بدات هكا تبي تقعد وسميتو ديك الساعه هو مشى في حالته. انا ولدت البنت من ورا رمضان في هذاك العام. وجا العيد الكبير و... ايوا ليله يلاه صحيح. المهم ملي تزوجات بهذا السيد دوزات مع العنف، دوزات مع تيدابزو تيتخاصمو. وهذا الشيء كان كيكون في علمك؟ شكون اللي كان كيقول لك؟ واش انت كنتي كطالعي؟ تقولوا لي هي تجي تقول لي دار لي ودار لي وضربني ودار لي، وتجي تغضب عندي بالصوره، تجي تغضب عندي تقول لك داروا لي فعلوا لي تركوا لي، درجة الى هضرت مع الويسات ومع الويسات وسميت تقول لك لا راه حتى هما داروا لي، حتى الناس ما قالوش لي، ما تنسمعوش يعيروا ما تسمعوش يسبوها. المهم تنكون هكا في المجمع كاع يسمع شي هضره تتنوى تقول لك لا دي قالوا عليا ولا داروا عليا ولا داروا عليا. ديك الساعات البنت كانت هي ديك الساعات كانت داك الشيء مرض نفساني بداها من ديك الوقيته. الناس ما سمعتهمش الصراحه، ما سمعتهمش تيسبوني في وجهي ولا تيعيروني في وجهي، داك الشيء بينك وبين راجلك تندخلوا فيه حتى حنا. وراجلها عمرو جا عندك؟ عمرو عاود ليك؟ عمرو دابا يجي عندي تنخاصم عليهم بجوج، كنخاصم عليهم بجوج، دايره هي بنتي وهو ولدي، تنخاصم عليهم بجوج. شنو كيقول لك هو؟ تيقول لي راه دارت ليا تتعايرني كتسبني كت سميتو صافي في الاخر ما باقيش نمشي عندهم، عياوني بالمشاكل ديالهم ما باقيش نمشي عندهم. تمرضت هاد المرضى مشيت عنده ديك النهارات
بغيت نشوف نطلع عليها تنقول لها يلا هي معايا للدار، قالت لك لا ما نمشيش انا حتى ما نقدرش نخرج انا كنترعد انا هادي. قلت لها على خاطرك قعدي. شنو هي المرضى اللي مرضات؟ هاد المرضى اللي فيها هي دابا الاكتئاب اللي فيها وما عرفتش داكشي كي تيقولوا لي هما المرضات النفسانية وصافي شي تيقول لها فيك هاد الناس كله شي يقول لها. المهم مشيت عندها داك النهارات بغيت نطلع عليها، دخلت انا ما كنمشي انا ما كنجيش من الخدمة بكري ومريضه. قال لك علاش اللي ما تجيش عندها وتصبني ليها وتعاونيها وتهزيها؟ شكون هو هذا؟ راجلها دابا راجلها هو اللي خلاني ما بقيش نمشي عندها للدار. صافي دخلت هكا دخلت عندنا هكا قعدنا معاها انا وبنتي وواحد المراه كانت ساكنه معايا، قالت لك مشي نشوف ملي حسنا مريضه نمشي نشوفها. قلت لها يلا دخلنا هكا قعدنا، هو كاين في البيت انا ما عرفتو كاع واش كاين ولا ما كاين. تا قعدت شحال تا قعدت شويه قلت لها واش كاين، قالت لي راه كاين. النوضه اللي بغيت نوض في حالتي نخرج في حالتي. قلت لها صافي دابا ملي قلت الله يشافيك انا دابا غادي في حالتي، بغيتي تجي تمشي معنا يلا. قالت لك لا ما نقدرش نخرج انا تجيني الرعده كيجيني الكريز ما نقدرش نخرج. صافي هو يخرج عيط ليا انا بنتي خرجت هي والسيده الباب الدار خرج هو ويقول لي لا فلانه لا فلانه. قلت لي نعم. قال لي راه بغيت نعمرك اتي والمعنى مسخين. وانا نقول لي انايا ما جابنيش عندك اتي وليدي اولدي انا جابني جابتني عندك بنتي كبنتي اللي جابتني عندك. صافي هو يخرج ويتسرب عليا بالسبان. صافي ربعي بسبان خرج للزنقة بات تجمع لينا الزقة في الزنقة. بنتي تتجر فيها تعزي قالت لي يلا مشيت للدارهم عند باك لأنا يا فيني اتقار أنا ما قداش نخدم عليه لا هو ولا هي. أنا مريضة بارك علي داكشي تنضل تنخدم عند الناس. أنا عندي القلب أنا عندي الطنسيط أنا عندي رقواص أنا عندي مشاكل كتير ما يمكن ليش نمشي نخدم هنا ونخدم هنا مبقاش عندي صحة باش نخدم هنا ونخدم. راه عندي في عمري 63 سنة ما شاء الله. لا ماشي ساهله 63 ودات عليا مرضى قدام هو اللي مشى معايا حتى للسبيطار هو ويا قعدوا معايا من الخمسة العشيه حتى الثلاثة الصباح. شحال هادي؟ قلت لك تنزف اشي عندك انت وتقول لي جي شقاي ليا وعزي ليا. هي اللي بغات تجي تشقى ليا هي اللي بغات تجي تهزني وتتقول لك ما كنعاونهاش ما كنديرلهاش انا. كلكم في كما كنقولوا الله يحسن العوان لانه حنا كنلتمسوا لا ليك ولا ليها. انت واحد المراه كبيره وهي داخله في ظروف اللي صعيبه نفسيا ربما في علاقتها ربما واش ديك التجويجه ربما شي ان بها ضميرها على ديك التجويجه اللي دارت ربما ما عرفناش شنو هي المشاكل اللي اللي الله اعلم داكشي اللي بيناتهم الله اعلم بين المراه والراجل ما نقدرش ندخل فيها انا يعني الله اعلم. المهم هي تا هي فمها راه الصراحه نقولها تا هي فمها صليت هو اكثر منها. انا بيناتهم هما دابا هما خرجت في مزعله على سبيتهم من المدرسه باش نعاونوها حنا في دوك الوليدات. بنتك هذا هو اللي ضرني انا هذا هو اللي ضرني دابا في قلبي. شكون بنتك الصغيره؟ بنتي الصغيره خرجت من المدرسه على سبيتهم هما. علاش؟ باش تعاونني على الدراري ولادها. ايه باش نعاون على الدراري. وعلاش خدات هذا الاختيار هكا واخا هو مزيان المعاونه على الدراري كيمكن كيمكن تختار اي طريقه بلا ما تضطر بنتك تخرج باش تعاون؟ ايوا المهم ما كتبش صافي تكمل قرايتها. كاين حتى الاصرار حتى ديال بنت حتى الاصرار ديال بنتك ما كانش كبير باش تكمل القرايه ديالها. هذا هو هذا هو المهم حنا تنعاودوا غير شنو طرا وصلات. هذا هو حتى حنايا ايوا هادشي اللي كاين. حيت لو كان كان بنتك عندها نيت هاد الصغيره اصرار باش تقرا كان ممكن ما تختارش هاد الاختيار هذا. ايوا مع الظروف مع الظروف تتشوفني انا بوحدي ما كاينش اللي يدخل لي شي حاجه ما عنديش الامكانيات باش نكملها قرايتها ما حتى حاجه. حتى هذا حاجه حتى هذا كلام. ايوا ايوا هذا هو الواقع. هذيك ما باقيش انا ما باقيش تمشي عندها صافي ما باقيش تمشي عندها ما باقيش تنوصلها لدارها. دورت ليا في العيد الكبير جات عندي هنا نيت للدار قالت لي ماما جابت لي شي حاجه. قلت لها ما نشدهاش انايا ما نشدش لي حتى حاجه من داكشي اللي تسوي ليا ما نشدهاش. قالت لي راه هو يجي عندك حتى ما يجيش عندي تيقار بيني وبينه. صافي طلع عندي تيقار بيني وبينه لانه هذاك الولد المرتبه فين كنت دايره طلع عندي الله يعاوني عاون داك انا ما نصلح ليه داك المعيور وداك السبان باش تطلق عليك وداك الشيء ما قدرتيش. جرحني به وما فياش وحط فيا الحوايج اللي ما فياش حط لي شي حوايج اللي ما فياش. هادشي ما بيناش ولكن هادشي ما كيمنعش
ما كيمنعش انك مثلا الا كاع انت ما خاطرك موجوع من جهته، على الاقل بنتك تشوفوا ولا تشوفوا تاني نمشي عندها. راه قلت لك تليت العيد، انا ما نبغيكمش تشوفوا انتم ماشي كيلومشي، حافظوا على ديك العلاقه ديال بنت مع امها، لانه داكشي اللي درتي انت ماشي سهل في حقهم. فاهمه انا كلشي، انا فاهمه كلشي، وما كنبغيش هذيك النقطه نزل ليها، راني ما فاهمش مع بنتي. انا هذيك كنحاول نجرها عندي، هي ما بغاتش نقولها لك في وجهها، ما بغاتش. في ما كنمشي عندها ونقول لها يلا يعيننا، يا راجي يا خرجي واجي، تمشي عندها الباب الدار. ربما تقدر تكون حتى هي معنفه من الزوج، ما تمشيش لداركم هذاك الشيء باش كان حيت دابا انتي دابا شنو اللي غير انتي براسك، انتي شنو اللي خلاك انتي تجي من اكادير حتى لحدا والديك؟ لقيتي المؤازره ديال والديك؟ ربما هي واخا كتمدوا ليها يديكم، هي ما هي ربما ربما كتعاني من شي مشكل، ربما تي ربما الزوج ديالها كيمنعها باش تجي تشوفكم، ربما ما عرفتش انا شنو هو المشكل، ما عرفتش انا داك الشيء المشكل اللي عنده ما كان، ما تشرديهمش. ما هاديش انا نجري لبنتي نشد لها محاله، ورغم تنشوف دوك الحيط فاش عايشه وتنشوف داكشي، المهم تنصبرها. هي وجهي وجهها، انا راه نقولها لك في وجهها، تنصبرها راه كي هي كي اختها. خليك معايا على اثير اذاعه ام اف ام، معنا ومع جميع الساده المستمعين ومستمعات برنامج سمير الليل. انا مصطفى الهرده، نجيم حموده في الاشراف على اخراج الارسال المباشر لهذه الحلقه، في التوضيب وانجاز حلقات برنامج سمير الليل هشام بالحاج. ام اف ام، احكي لي يا الحكي، قل لي وصف لي قصه نجاح في بلادي، شركه أحلام وباقي، زيد حكي وحكي على ويكس وقل لي كيف الإتقان يعلي، ويكس صارت شركة كل سايق وملكة عقل. معنا حسنة، تبغي تكلمي انت وياها؟ ايه ما كيتا مشكلة، ما طبعا الحال نسمعوها. معنا لحسنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الحمد لله، الله حسنا من الحمد لله، بارك الله فيك. هي معك الوالدة، وأنا كان حقيقة كنشكركم بجوج لك أنكم تتيقوا في البرنامج وتتواصلوا معنا بكل أخوة، داكشي باش إن شاء الله حنا بغينا نخلقوا هذه الصله بيناتكم في البرنامج، ونكونوا الحمد لله واحد الواسطه ديال المحبه، لانه اللي الحمد لله الام راه قيمه كبيره، وانت بنتها داكشي الحمد لله اللي كبرات حتى هي. نحيوا ديك الجذور ديال الرحمه بيناتكم، هذا هو الهدف ديالنا احنا في البرنامج. بارك الله فيك السي مصطفى، الله يجازيكم بخير. وعرفنا هادشي، عرفنا ان هذا البرنامج يعني كان صمتو شحال من قصه، وفهمتي وكنزيدو كنوعاو باش كاين في الوقت، وكنزيدو كنعرفو يعني الناس كيفاش دايره، والله يهدي ما خلق هادشي اللي نقول. هذا هو اللي نتمناو. انت سمعتي الوالده مسكينه شحال قصات وشحال عانات وشحال عانيتي معاها بعد انت من ورا ديك العلاقه؟ انا سمعتها فاش هضرت ديك النهارات، انا الوالده ديالي ما قلت عليها حتى شي حاجه، لأنها كتكرها هي. هي مسكينة ما قالت حتى شي حاجة اللي يعيب فيك ولا شي حاجة؟ ما قالت شي حاجة، لأنها هي ما قاصتش معانا وما هزاتناش وما عاوناتناش. هادشي أنايا ما عمرني قلته، وهي دائما كتقول لي لا أنت ما كتثقيش فيا، أنت ما كديريش، أنت كتقولي أنا خايبة، ما كتحملينيش. وما كايناش شي بنت على وجه الأرض كتكره أمها. أنا ما كنتش نطلب منها حتى شي حاجة، هو أنها تيقني. انا يا ما كنكذبش، انا كنقول الصراحه، داكشي علاش ما كنتحملش السي مصطفى، داكشي علاش ما كيحملني حتى شي واحد، حيت انا اللي في قلبي على لساني، ما عنديش لا غنكذب. انا معاك انك تكوني اللي في قلبك على لسانك، ولكن في حق الوالده ديالك اللي هي قاصات وعانات من الوالد ديالك، وربما انت كتشوفيها باللي بحال الا هي فرطت في باك، ولا راه حتى هي بها الاحسان كأم، لان داكشي اللي عاشت كان صعيب عليها، ولانك انت عشتي جزء منه معها نيت هي. لا انا داكشي اللي قلت ديك النهارات السي مصطفى كله، هو ما كاينه فيه حتى شي حاجه اللي كذوبه السي مصطفى،
كل شيء داكشي انا ما قلتلكش كذبتي انا ما حتى هي راه ما قالتلك حتى انا هي قالتلك اودي راه كانت شي حوايج وضحت شي حوايج اللي ربما ما كانش كتقوليها لكم وربما يمكن ما كانش كتبغي تعمركم بها بزاف د الحوايج انا قلتها لك ديك النهار سنت فكرت حيت كاينين شي حوايج بين المراه والراجل ما كيعرف بيناتهم الا الله هي ما قدرتش تقول هو ملينا ما قدرتش تعاودو يعني حنا بنات ماشي دراري اللي ما تقدرش تقول لينا حنا بنات او كاينه يعني كنتي عارفه واش كنتي عارفه باك مجوج ومطلق اربع المرات انا فراسي مجوج مره وحده وما ولدش مع ديك السيده وتفرق معاها ايوا راه اربع المرات وامك هي الخامسه أربعة أنا الخمسة أربعة عيالات نتسلموا بعد نتسلموا العافاك ونتعانقوا ونتحبوا عبر الراديو هنا في أمافام سلم أنت سلمي على بنتك السلام عليكم أمي لاباس عليك أنا الله الحمد لله كيف بقيتي شوية الحمد لله شوية الحمد لله واللي بكاتني دروكا أنايا كنسمع لك واللي بكاتني هي قلتي لهم بأنني أنا ما كنبغيش نجي نشوفك انا اقسم بالله والناس حاولي تسمعيها حاولي تسمعي منها اقسم بالله العلي العظيم السي مصطفى الى انايا في واحد الحاله الله اللي عالم عليا انا مريضه انا محبوسه في الدار ما كنخرجش انا ناسي هما اللي جاوا هزوني من هنايا وداوني وراه كاين الراجل لوستي وكاينين الويساتي كلهم يقولوا لك الى انا كذبت في هذا الشيء هما اللي جاوا هزوني وداوني والسيد اللي داوني عنده اقسم بالله الى هو كيقول لهم هذه البنت بقات فيا بزاف انا ما لقيتش فيها يعني ما لقيتش رجليا باش نمشي نطلع عليها راه انا مقهوره من الداخل انا مقهوره من الداخل وكنتسناها تجي عندي وتدق عليا الباب لا ما نجيش انها مخاصمه معاك لا ما نجيش خليك معايا الا خدوش خليني نسمع حسن عافاك خليني نسمع حسن عافاك نعم وتقول هذيك البنت راه كبتي عنده راه ماشي عطيتها ليه صافي ما نمشيش ندفع عليها الدفه بالزمن ندفع عليها الدفه لحقيتاش انا بنتك غتجي عندي يعني هاد اللحظه اللي انا طايحه فيها شكون اللي غادي نلقى في جنبي خصني نلقى والديا ماشي نفروني والديا السي مصطفى ما نفرطكش ما عمر انا كنقول كلمه حق ما كنكذبش ما كنقولش شي حاجه كذوب خليني نسمع قولي لي واش كنتي كتعرفي الوالد الله يرحمه مسكين زعما في ديك الظروف ديال القمار ديال انه ما كيقدرش مثلا نعم انتي كتعرفي الوالد والقمار والمشاكل ديالو كنتي كتعرفي شحال من حاجه ولا ما كل كنت ما كانش خافي عليك ديال التيرسي هي كانت تقول لنا راه كيلعب التيرسي ولكن انا باش شفتو زعما هكا عرفتو كيلعب التيرسي ما نكذبش عليك ما غاديش نكذب واخا لا خدتوش نعم سيدي والحادثه اللي تعرضتي لها فكرتيني اختي حسنه بعدا قبل ما نتكلموا مع لا خدتوج كنتي فاش كانت وقعت هذيك الحادثه ديال الحادثه اللي تعرضتي لها انت بالموتور انا كنت في الدار جيت من المدرسه قالوا لي تسخري جيبي لنا الخبز هو عاقل عليه عطاني 10 درهم الوالد ديالي قال لي عافا بنتي سيري جيبي لنا الخبز خرجت باش نشوف الحانوت اللي في راس الدرب لقيتو ساد بان لي الحانوت انفص معنا مع الدرب قطعت الشانطي ما شفتش الكواد اللي جايين ضربوني انا ما شفتش كاع دوك الكواد كيفاش حتى ضربوني حتى لقيت راسي مليوحه حدا الحانوت ما شاء الله ضربت في عينيا دابا انا كنعاني بعينيا ما كنشوفش بها مزيان ضربت في عينيا قالوا خرجوا شي فلوس انا مسامحه الدنيا واخيرا الا كان هو هذوك الفلوس خرجات انا مصاب نلقى هذيك الفلوس ضبيها با على كل حال انت ما كترضي العلاقات اللي انت دابا قلتي واحد الحاجه مهمه انت دابا العلاقات ما كتقدر تردها لا فلوس لا حتى شي حاجه اذا راه مهمتك هي حداك انا نبغيكم تتراضاو وتحبوا اكثر وتفهمي الظروف انا عمرني ما كرهتها السي مصطفى عمرني ما كرهتها هي اللي ما كتفهمنيش عمرني ما كرهت امي هي اللي ما كتفهمنيش هي اللي كتصنت الناس ان بنتها خايبه ما مزياناش وان بنتها كذابه وان بنتها سبب مشاكلها وان بنتها ما مزياناش هادشي اللي كيخليني انني نبقى بوحدي في عزله ونبقى نقول علاش هكا علاش وانا ما كنبغيش الخايب للناس علاش انا احن وحده فمي انا ما لقيتش الجهد باش نعاونها وباش نعطيها كنبقى انا ما كنبغيش نعاونيني انا النقطه الوحيده دابا اللي درتي ديالي
وكنبقى رغم ذلك كنمشي عند وكنبقى نسمع انت امك خصك تعطيها انت امك خصك ديري لها وكنسمع شي اعانات اللي كنجي فيهم انني فايضه وكنجي نقعد بوحدي وكنبقى نتفقس بوحدي والله شاهد على هذا الكلام اللي كنقول انا ما لقيتش لامي الجهده في مصطفى ما شاء الله ولقيت العجيت ما نخليهاش باقي تضرب دابا 63 سنه وكتضرب كتضرب الجفاف عند العيالات لحد الان باقي كتضرب الجفاف وما كتقدرش لا تمشي وما كتقدرش لا تحضر ما كتقدرش شحال من حاجه هي بنت هي بنتك هي بنتك خليك معايا هي بنتك دابا لالا خدوش كتقول لك ديما ما لقات جناح وظروفها تيم مكسوره وضعيفه يعني لابد تلتمسوا العذر لبعضياتكم وتخليوا الحمد لله ربي هاد الفسحه اللي عطيكم راه ربما غدا تقدروا ما تلقاوش بعضياتكم ما تلقاو وتبغي تقولي بنيتي نلقاها ما الله ماشي قضيه حيت عندك 63 سنه انت اللي غتسبقي حنا ما عارفينش كل واحد هذا الشيء اللي كاين اللهم يغنم الانسان من لحظاته من العمر فين انا حسنا ما كنقولش لها ما تتحملنيش انا حسنا ما كتسمعش ليا انا حسنا كنقول لها جي عندي للدار انايا داك السيد بغيت منه ابتقار ما يدي مني عيب ما ندي منه عيب صافي هذا ما كان ماشي ما تنحملهاش حيت هي مجوجه بهذاك ماشي ما تنقول انت كذابه حيت هي مجوجه بهذاك السيد تجي عندي كتنجي عندها الباب الدار تقول لك واش تنجي عندها الباب الدار نعيط لها في التليفون تعيط لي دابا الحمد لله شوف دابا الحمد لله كاينه العائله والحمد لله كاين القنات فين نقدروا نتلاقاو المهم الاساسي هو تشمو ديك ما 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 ما, ما تبقاوش مغايرين هكا ما تحافيوش بعضياتكم لانه انتم صف الله زعما انا يا زعما شاده من انا ديما كنقول اصبح وعشيه وكنحط جبهتي للارض وكنقول يا ربي تهدي امي امتي تحل عينيها انا محل عينيها تنقول يا ربي تحل عينيها باش تعرف راه انا راني ما خايباش انا راني كنبغي ليها الخير وكون عندي كي قلت كنقولها ونعاودها عندي الجد اقسم بالله العلي العظيم المكان اللي غنقول انا ما عجيش عليا سي مصطفى نبقى نبين الحب ديالي انا داكشي اللي عندي في قلبي كيبقى في قلبي انا كيجيني نبقى نبوس نبقى نحس الزهروت من كيجيني داكشي غير بحال كنكذب على بنادم لا شوف انا غنقليره انت الا حذرتي شوف الا حذرتي غير مين انت كنت حبيتي معاه وشوف انا مقدر شوف اختي حسن نعم خصك تعطيها الحب ديالك وتبينيه ليها وتنتي عافاك لالا خدوج محتاجين انتم كلكم تحبوا بعض انا عارف شحال قدر المعاناه ربما انت هذه تعرف نفسيا ربما بنتك باقي ليا ما غادي توريها وغادي تعرف اشنو هي الامومه وتعرف اشنو هو ان شاء الله شوف هادشي كله شو هادشي كله بغيتكم تدركوه في الخير بجوج راعي لبنتك وهي تراعي لك انا مراعيه لها انا مراعيه لها مصطفى قالت لي الله يعطيك علاش ما تبغيش ما كاينش البنت اللي ما كتحملش وما انا ما كايناش حاولي تشوفي بنتك حاولي تشوفي بنتك ماشي دابا ما كتبغيش تخرج ما كتبغيش انا ما ندخلش هذيك الدار واخا ماشي مشكل شوف ديك الدار على ديك الدار الا كان هو هاد الشخص مثلا ما مقبولش قول سولها فاش سمعاتك مشيتي عند اختو واش ما جاتش تجري عندك قولها لها نهار الجمعه دابا الله يعطيكم الخير انا دابا ملي سمعتها خرجت من دارها وجات عند دار شيخه جات عند بنت لوستا راني مشيت عندها باش نشوفها عند لوستا انا داك السيد بغيت منه ابتقار انا تنقولها والعالم كله كيسمعني ماشي مشكل تبغي منه هو الابتقار حيت عقرني في شرفي بكل صراحه طعني في شرفي هذاك السيد واخا وما تنتظرش منه يدير لي هذاك هكاك اشنو دار لك هو شنو دار لي ما كنتظرش منه يقول لي داك الكلام تقبح عليك عيرني بالكلام عيرني بالكلام الخايب ما كنتظرش منه هذاك الشيء يديروا معايا واخا حيت انا ما درتش مع هذاك ها هو صدر منه ربما الله اعلم انا ما نقدرش نقول اكثر من اللي هذا ولكن ربما بنتك تتعاني حتى هي معاه من الايديات راني قلت لك انا داك اذا الا كانت كتعاني معاه إذن إلا كانت كتعاني معها ليش غادي تحافيها هي ما كنحافيهاش خليتها على خطره ما كنحافيهاش على هذه النقطه باش ما نكونش انا من فين شو فين هاد البنت ديالك غادي تكون بخاطرها وهي مالمه من جيتك ما كتشوفك شويه مقل بلاتي تمشي عندها الباب الدار كندق عليها تنقول لها خرجي هي عندي يلاه هي معايا نمشيو لهنا ولا نمشيو للجريده ولا نمشيو ويلاه يجي عندي للدار علاه جات عندي للدار ما تنجري عليها
هيا معاك هيا معاك هيا معاك حسنا تكلمي معاك تكلمي انت وامك كان مرضات وجات عندي ولدات وجات عندي راه ما تلعبش في كرشات ديك وكنت معاها في السويطه وجبتها عندي وقعدت عندي كنت انا ما نكرهش انا داكشي كله انا كنت معايا وزيتيني ودرتي لي داكشي كله بسبب الله داكشي كله بسبب الله معايا حليب وزيتيني معايا خليني نسمعها لا خدوش خليني نسمع حسنا درتي انا ما كنكذبش ما نقولش لك ما درتيش راجلي فاش غوت وعاير اي هو عاير حيت انا مليوحه في وسط الدار واش انا سنصفى الجمل ولا ليا في شعري ما كنقدرش يدين الزان وغسل بها حالتي ويجي واحد اخر من الزنقه يجي يعطيني ما ناكل ويعطيني ما نشرب ويجي هو يقول لي نوضي نغسل ليك ونوضي نسميتو على الام في الام هنا فين كتبغيها بنتها شوف يعني دابا انا عارف اختي حسنا انت معقوره وشوف انا نقول لك واحد يعني القضيه الانسان اللي كيكون مؤلم وعنده مشاكل نفسيه كيكون مريض معقور من الداخل يقدر ديك اي حاجه صغيره كانت ولا كبيره تزيد تعقرو وربما امك خصها تعرف هادشي منك انت وما يمكن لا تعرفه الا لما تلاقيت وتحنيت وتحبيت وتعاود ليك وتعاودي ليها وتحط عليك الراس وتحط عليها الراس ما بهذه الطريقه ديال التجافي في بعضياتكم داكشي اللي بغيت اسي مصطفى انا يا عفتي اقسم بالله الا امنيتي هو نحط راسي على امي ونلقاها كتساندني ونلقاها كتسمع ليا بصدق ماشي ديما دائما كتسمع هي الناس الاخرين لا راه ما مزياناش لا راه انا نعطيك واحد النقطه سي مصطفى بان انا ديك النهارات هضرت والله عالم عليا غنهز داكشي انا على تقليدي النهار الاخر مشاو عند العائله ديال الزوج ديالي وقالوا ليهم شي حوايج اللي ما تخيلش لك على البال دابا عندي لو ستيل كبيره ما باقيش باقي كيبغى تهضر معايا وما باقيش انها باقي بات شي صيله بيني وبينها داكشي اللي تقال ليها وداكشي اللي تقال في شيخي وداكشي اللي تقال انني انا قلته اقسم بالله الشهاده لله ما قلتي حتى شي حاجه في هاد الناس هذاكشي اللي تقال فيهم راه الله سبحانه وتعالى ما غيقبلش ان الظلم في سخول مسلم شي حوايج انا قلته كل واحد شكي لا خدوش يعني مشاو عند لوستي وبقاو تيعاودوا لي شي يراعي لشي حتى لعند مول شي سبحانه وتعالى قد ما صرفتوا الخير تلقاوه هذاك الشيء اللي كان سمعتيني لا خدوش لا خدوش سمعتيني لا خدوش قلت لك نعم اسيدي راه يعني انا قلت لك باللي الى هاد البنت ديالك معقوره وكتعرفي الانسان كيكون معقور ومجروح ومؤلم نفسيا راه تيكون على اقل حاجه سبحانه وتعالى يبارك لك في العمر انا ديما محنا فيهم كاملين بثلاثه راه عندي ثلاثه العوينات حنا فيهم بثلاثه كي هي كي اختها حتى دابا حد الان كنصلي كندعي معايا ربي تهديها وتشافيها وتعافيها بيني وبين الله لا اله الا الله لولا كي ليها شوف انا كان ماشي كنتمنى غير من قلبك صوتي ك اخواتي كلشي كلهم عقراتهم وعيرتهم وكانوا عندها ما تحافيهاش انت كأم ما تحافيهاش انت بعدا كأم لانه عارفه بنتك معقوره ومؤلمه نفسانيا كيفاش تقول لك بات ما تعاونك انا خاصني اللي يعاوني انا عارف انا راني مريضه اختها ما خدامش احنا مدين لكم اليد دابا بجوج احنا في البرنامج دابا مدين لكم اليد بجوج باش نعاونكم تخرجوا من هذا الشيء هذا الله يجزيكم بخير إذن تعاونينا وعاوني بنتك تشوفيها وتحاولوا تحطوا الراس على بعضياتكم وتسمعيها وتسمع منك والله سبحانه وتعالى يعطيكم واش هي قالت لك ما كنوصلوهاش ما كان عاونوهاش واش انا كنت عندها غير قبل هي دابا ما نكراتش شوف هي دابا ما نكراتش قالت لك هي دابا ولا مع خمس ايام هي دابا ما نكراتش هي دابا خواتاتي حتى هما كانوا عندها ما عرفتش 4 ايام ولا 5 ايام باش عيطات ليكم وكانوا عندها ما خصهاش تعيرهم ما خصهاش تقول هذيك الهضره اللي قالت هذيك الهضره اثرت فينا كاملين لا انا لا امي لا خويا الله يسامح كان هز معايا الله يسامح تسامحي الله يسامح تسامحي المسامح كريم تسامحي الحمد لله سامحي من قلبك سامحي من قلبك على القلوب شنو فيها ياك لا قولي لنا واش تسامحي من قلبك انا قلبي تاي سامح الحمد لله الحمد لله قلبي سميح حتى دابا تنقولها وتنعاودها قلبي سميح تنشوف شحال د الحوايج وكنسمع ما سمحتي الا لبنتك نقول لك هكا ما ديتهاش فيهم عفا الله عما سلف عفا الله راه هي دابا الا سمعتيها دابا كتقول لنا الحمد لله امي انت انا ما نكرتش هذا الشيء هذا انت
انا فاش مرضت هاد المرضى انا لقيت حباب الله اللي عاونوني وخلصوا لي الكره وشراو لي ماريو فاش ندير حوايجي ان شاء الله الحمد لله وصيفطوا لي ضرب لي في الرشطه في صالوني ايوا يكون قلبك كبير وكوني كريمه عافاك لله الحمد لله الحمد لله الله يقويك باش على هاد النقطه اللي ما بغيتهاش اللي ما بغيتهاش تهز عليا وتسمع عليا العالم كله يسمعها راه ديك الام ما بداتهاش في بنتها ولا ديك الام راه ما محناش في بنتها ولا انت حكيتي ليها انا حكيت لها كل شيء كل شيء كنت نعاود لهم واش كنت انا ساتره في قلبي وبغيت حد يسمعوا بيني وبين بناتي بغيتكم تفشوا القلوب وتسامحوا عافاك لاله خدوش سامح مع خوالها وخالتها اللي كانوا تما ان شاء الله ان شاء الله حتى هما نسمعوا خالها اللي كان هز عليها اللي كان هز عليها اللي مضرك عليها الصباح نسمعوهم تجي الفرص ونسمعوهم وحده الليل ما كاينش اللي يوصلها تخرج مع الجوج اللي تجي من الخدمه ما كاينش اللي يوصلها باش بخالها اللي حاميه والله نتمنى ان شاء الله بحول الله بعد نبداو المرحله الاولانيه بينك وبينها تغافروا وتسامحوا وربي سبحانه وتعالى يزرع في قلبكم الرحمه لله تغافر مع خالها وتغافر مع خالتها ان شاء الله نبداو بعدا غير بك انت يا نطلب منهم السماحه نبدا بك انت يا بعدا انت شوفي يكون يكون قلبك باب بيفتح بعدا ديال الخير الحمد لله انا قلبي عالم علي الله مسامحه بنتك انا باقا من داكشي وسمعته ما قلت الله يسامح عليا وعليك واش انت دابا مسامحه بنتك واش مسامحه بنتك قلب من قلبك من قلبك بغينا قلبك ينطق بالامومه لان هذه بنتك وهذه بنتي كنبكي بيني وبين نفسي تنقول لا سمح لي كان لي عيلة وسبب انا وبنتي تتهضر عليا هكا في البرنامج ماشي مشكل انت دويتي في البرنامج والحمد لله هذا البرنامج كان فاتحه غادي يكون ان شاء الله فاتحه خير عليكم بجوج ان شاء الله تعالى الله يقويك لاله بارك الله فيك الله يجزيك انت تكلمي انت لحسن تكلمي انت والوالده ديالك وتغافروا كيف ما هي من قلبها بكات وانت تتكلمي معها من قلبك انت لحسن انا عارفك مقصحه اختي انا عارفك مقصحه ومؤلمه كتعاني ربما من بزاف الحوايج وكتشوفي الطبيب بعدا لحسن مازال كديري الحصص ديالك لحسن كديري الحصص ديالك لا ما كدير لا حساس نفسيه لا والو ما كنمشي ما حتى حاجه حيت ما كي قلت لك الحاله الله العين بصيره واليد قصيره ما شاء الله داكشي اللي كاين انا كنتمنى دابا في مراكش الله يعطيكم الخير الجمعيات اللي عندهم الاهتمام بالصحه النفسيه يعاونونا نعتقوا هاد البنيته وعلاش لا تكون ان شاء الله هذاك الدعم النفسي يساعدها باش ان شاء الله ترجع للود والصفاء بينها وبين بين بين موينتها هي كيف ما موينتك دوات بغينا نسمعوك في كلمه من قلبك وانا كنعرف تتعزي امك تتعزيها بواحد الشكل كبير والله العظيم ما تسمحش لي الا كنت انا كنكذب عليها في هذه الهضره ان امي مرتبتها كيف مرتبت الاب ديالي يعني ما يمكنش غيكون شي 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 فرق بينه وبين الاب ديالي كيف كنبغيها هي كنبغي الاب ديالي هي انا مسامحه هاد النيه واخيره انا مسامحه انا بغيت منها حاجه وحده هو انها تحن فيا انا بغيت الحنان منها ان شاء الله انا غادي هي اللي بغيت ان شاء الله حاجه وحده هو انها تحن فيا وتثق فيا ان شاء الله الله يغفر للجميع الله يسامح الجميع ان شاء الله هذا ما كان الحبيبه امي غنسمعوها ديال سمعنا حسنا وسمعنا الوالده ديالها خدوش ونسمعوكم نتوما شنو تقدروا تقولوا لهم كيفاش يمكن لهم ليكم نتوما توجهوا لهم كلام من قلبكم كلام اللي ممكن ان يخلي عاصره القوه بيناتهم ان شاء الله تزيد تقوى حلا على اثير اذاعه ام اف ام معكم في برنامج سمر الليل ام اف ام احنا في هذه الصلة المباشرة مع كل السادة المستمعين في هذه الحلقة عبر جوج ديال الأرقام اللي هما 05 22 31 33 33 أو الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00 ترقبين تفعلوا مع الرسائل ديالكم اللي غتجينا على الواتساب 06 2040 04 06 2040 04 هذا الرقم كيمكن لكم تخليو لنا رساله صوتيه ديالكم شنو تقدروا تقولوا لحسنة والوالده ديالها خدوش من بعد ما سمعنا التواصل ديالهم السي الحسن من الرباط السلام عليك السلام عليكم سي مصطفى كي داير بخير الله يبارك فيك السي الحسن مرحبا بك السي مصطفى كنتسنى فيك من
شحال وانا كنصنت لك. مرحبا بك السي الحسن، مرحبا بالسهر ديالك معنا. انا سيكيورتي دابا وكنصنت لك السي مصطفى. مرحبا بك. سمعتي الحسن قبل وسمعتي الوالده ديالها؟ سمعت الوالده السي مصطفى. سمعتي الوالده هذه الحلقه ولا الحلقه اللي من بعدها والحلقه اللي قبل منها؟ هذه الحلقه اليوم السي مصطفى. هذه الحلقه اليوم سمعتي حسنة حتى هي ماشي غير اليوم ولا سمعتيها قبل؟ لا سمعتها اليوم. هذه اليوم سمعتها اليوم السي مصطفى. واخا وكان السي مصطفى الوالدين السي مصطفى رضى عليهم الله. أيه. قال لك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. احسن الله يحسن بالجميع، الله يحسن بالجميع. حنا كنتمنوا ان شاء الله يا سي مصطفى عندنا والدينا سي مصطفى وكنمشيو عندهم وخدامين عليهم ومهضلين فيهم ونعطيو وندورو معاهم وكل شيء. واخا تقول لي تغوت عليا واخا تقول لي نتصمت لموي فهمتي سي مصطفى. سمعتك الشريف، سمعتك. ومن هز على يدي من رد عليها الهضره ما والو. هذا الحمد لله من اللياقه ديال الاباء مع الابناء. انا كنشكرك بزاف السي الحسن من الرباط على التواصل ديالك. بارك الله فيك السي الحسن على التواصل ديالك. نبغيو هادو اخلاق واداب عامه الحمد لله اللي كتكون في باب البر بالوالدين والاحسان بهم. لكن شنو تقدروا تقولوا الحسنه بما انكم سمعتوها؟ وانا كنتمنى الناس اللي سمعوها فيما قبل وسمعوا الاخ الدوج وهي كتحكي لنا شنو نقدروا نقولوا، لانه دابا حنا قدام واحد الواقعه اللي حكات لنا حسنه حاجه، واللي سمعنا من ماشي كذبات حسنه، لا اللي سمعنا من الام ديالها حاجات كثيره كانت مخبعاها لحسنه، وكانوا حوايج اخرين كانت كتشوفهم حسنه. اذا هاد الجفاء اللي كاين دابا بينها وبين بنتها، تنعتقد باللي السنين اللي اختفى فيها الوالد ديال حسنة غادي يكون طبعا عندهم الاثار، ولكن راه كان مختفي من الحياه ديالهم بجوج حتى دركوا بانه راه السيد توفى. الان دابا كيفاش يمكن حافظوا على اثره الود بين هاد البنت وبين امها؟ بنت مكلومه مقصحه عندها مشاكل نفسيه، لعلها جايه من داك الشيء اللي كانت شافت شحال هذا، لعلها جايه من الواقع اللي كتعيشه دابا واللي وصلها ليه وفي لحظات الضعف باغيه، لانه احنا كنعرفوا البنت في لحظات من لحظات الضعف ديالها كتحتاج لديك الامومه والرقه ديال الام، الحنو ديال الام في الوسط الاجتماعي، في وسط الاسره، في وسط الويسات، في وسط يعني بزاف د الحوايج اللي كيمكن ما تغفلش عليهم بنتهم وتبغيهم. وفي الوقت نفسه لحظات ام اللي عندها كدا 60 سنه في لحظات ضعف، ربما في لحظات داك الشيء كله اللي داز عليها وداك الظروف كلها والمحاين اللي كانت شافتها لا مع باهم ولا معاهم هما كبنات، شيء طبيعي كلها غادي تكون عطات هذا الاثار السلبي في نفسيه هاد السيده اللي خدوش. كيفاش يمكن لنا ربحوا افكاركم اللي قدرات انها تسمع وقلوبكم اللي قدرت تسمع هاد الجوج ديال الاخوات هادو الحسنه والام ديالها اللي خدوش؟ سي سعيد من جديدة يا كسيدي. سي مصطفى من جديدة، مرحبا بك. السلام عليكم سي مصطفى. وعليكم السلام. إلا عطيتينا الراديو ديالك طافي غنسمع خويا مزيان عافاك. أخويا ماشي مول. مرحبا بها، الحمد لله حنا في الله يعطيك الخير. قولي لي اللي يصطاح ولا مرحبا بك. مرحبا بك، نسمعوك أخويا، نسمعوك. وأنا نقول لك أثرت فيا ديك السيدة أمي خدوج وأختي حسنة. سميت الأخ حسنا والله اثروا فينا بزاف. صحيح. وبنادم راه اليوم دنيا وغدا اخره، بنادم راه معدوم ما غادي اش غادي يستافد. بنادم شوف هي حسنا ما غنلوموش، مسكينه مريضه، الله يحسن لها ونطلبوا لها الشفاء العاجل يا رب تشافي فيها الليله السعيده. امين امين. طلبوا لها الله الشفاء. والام ديالها هي مجروحه من جهه الزوج ديالها قال لها شي كلمه تاثروا فيها. ومبغاها هي الكبيره، هي مولات العقل. بغيت تسامح لها هي والزوج ديالها. بنادم راه حنا نسالنا ما فيها اثم، كاع كنغلطوا في هذه الدنيا، ربي الله سبحانه وتعالى هو اللي كيسمح. حنا اللي بشر وما نسمحوش، نسمحوا لبعضياتنا، علاش ما نسمحوش؟ خاصة ان العلاقة علاقة رحم ومفروض تكون فيها رحمة ما بينهم بجوج. بطبيعة الحال. بنادم خاصو يسامح، حنا علاش مخلوقين؟ حنا الله سبحانه وتعالى وكيغفر لينا، حنا ملي كنديروا غلطة وكنمشيو نصليو وكنطلبوا الله يا ربي تغفر لينا هذا الغلط اللي درنا. امين امين. وربي كيسمح، نطلبوا له يا ربي. انا بغيت حسنا هي تهز الزوج ديالها ويجي هو بالنفس ديالو يجي عند من خدوج ويتسامح معاه ويبوس لها راسها ويبوس لها الرجلين ديالها باش هي تكبر. هي راه غير قلبها كبير، ماشي راه مسكينه هي اثرت فيا تماما. سمعنا قالت فيا حسنا والله الا اثروا فينا بزاف والله الا انا الزوج ديالها تغلغلنا ما شاء الله. صحيح. جاتنا البكيه. انا ما كرهتش، انا والله العظيم ما كرهتش،
كون صوت نتهز ونجي نلقى نشوفهم بحال كون نسامحهم مع بعضياتهم. الله يجازيك بخير. حيت علاش اليوم هذا ميوخ التاخر يا ربي، انا كنطلب ليهم يتسامحوا مع بعضياتهم كما قلتي لي من قبيله ديك الكلمه ديال رغد اليوم هذا ميوخ التاخر، كما قلتي ما عرفتيش شكون اللي سابق من لاحق. هذا هو شكون اللي شكون اللي بنادم ضامن العرض ديالو. ما خصهمش تبقى بنادم هاد الحساسات بيناتهم. الانسان راه هي دابا ديك حسنه ساده على راسها. ساده على راسها دابا غير كتفكر في الام ديالها بيناتهم نقاش، وهذاك هو اللي مرضها. هذاك جزء من المشاكل اللي كتعيش. شنو هو المرض النفساني؟ المرض النفساني راه هو هذاك اللي بنادم اللي كيبقى يفكر في واحد الافكار اكثر هي الوالدين صعاب بزاف. والدينا مختلف امين مختلفين في معاهم في العقيده كاع، الانسان تيبر بهم وصاحبهم في الدنيا بالمعروف وبالحمد لله. بالحق. وراه قال لك سير بالحق. ولكن بنادم دير لهم خاطرهم باش هما يرضاو. نعم يرضاو. جبر الخواطر. من كيكبروا كيوليو هما ياك يشوفونا حنا خاصنا نكونوا حنا هما اللي عقلنا، حنا اللي نكونوا بعقلنا. وكنتمنوا يا ربي الشفاء للعاجلين. الله يصلح حالهم. الله يصلح حالهم. يا ربي يصلحهم ويديروا عقلهم ويكبروا عقلهم. وانا كنطلب من الزوج ديال حسنه يمشي ويطلب، ما خصوش هو لقى شي كلمه ماشي هي، ما خصوش يقول لها شي كلمه. واخا هي ديك جزء من كيما كنقولوا ديك هي الحلقه اللي تقدر زعما اللي تقدر تجمع تتخيط داك الخيط بيناتهم. ان السيد ما عندوش مشكل ياك مقصها الراجل. ولكن كيف ما كان الحال الحمد لله راه عطى الله كيما كنقولوا الحباب والبلايص اللي تشافوا ويتغافروا، وهي بعدا على الاقل تبدا بعدا هي وبنتها يتلاحموا بجوج. انا بغيت سي مصطفى. نعم انا بغيت نقول لحسنه. راه حتى واحد راه انا بدايتي وعندي الزوجه ديالي مريضه. كتبكي ليا وكتبدا دير ليا، ولكن شنو هو كنشد لها بالخاطر ديالها. تحاول تخفف عليها. حيت ما هي الدنيا. نعم كتستافد. انا بغيت نطلب من الزوج ديال حسن يمشي عاد نسيبتو. نعم ويطيح قدامها ولا سمح لي انت راه الام ديالي انا غلطت وسمح لي، ويبقى يبقى يجي واخا هي كما قالت لك انا ما بقيتش بغا نشوفو. نعم ولكن راه غادي يبقى يجي عندها بحال هكا، راه هي غادي تكبر ان شاء الله. تقول راه مسكين راه كيجي عندي وهو الام، هي كاع بقات في الاول كاع ما بغاتش تسمح لي، في الثاني وكاع في الثالثه راه تقدر تسمح لي ان شاء الله. الله يحقق ويبلغ المقصود. حاول هو يدير شي وسيله باش الانسان تسمح لي، راه هي ولدت لي بنتها باش هو يتزوج بها. نعم 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 الله يصلح بيناتهم يا رب، يصلح بيناتهم. مطلب من ما يخدوش سمحي راه ربي وكيسمح. سمحي الله يرزق الزوجه ديالك العافيه والشفاء. شكرا لك سي مصطفى من جديده، ورزقك ان شاء الله تعالى الصبر والجلاد والعزم والقوه، وان شاء الله الله يقويكم ويغلبكم على كاع الحاجات اللي هي صعيبه ويصرف عليكم كل سوء. سي محمد من تهاله. تهاله مرحبا بك. لاباس عليك سيدي. ايوا كنتمنوا الخير اخويا مصطفى لدوك الناس خالتي خدوج الله يسمح لنا من الوالدين. هذيك راه بنتها والوالدين الله يسمح لنا منهم، راه مراه كبيره حتى بنتها حسنا ما خصهاش تدي عليها والزوج ديالها ما خصوش يديرها هكا مع نسيت، وخصو يحترمها شي شويه والله يسمح لنا من الوالدين شويه هك شويه. كنتمنوا الخير. غادي تصبر تصبر داك المرأة اللي لا خدوش، غادي دير شي خطوة عند بنتها حتى هي بغات الحنان ديالها وهادي، والله يشافي لها حسنة. امين 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 ان شاء الله. بارك الله فيك سيدي. شكرا لك. سي تهامي من وزان مرحبا بك. كيداير سي مصطفى لاباس؟ الله يبارك فيك سي تهامي مرحبا بك سيدي. الله يجزيك بخير. بغينا على هاد الناس مساكن الله كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يدخل بيناتهم الخير. امين. وبقات فينا هذيك البنت مسكينه هذيك حسنة. والام ديالها في الحقيقه كان خصها مشات بنتها مريضه داكشي تمشي على الاقل تمشي عندها، ملي بغى النسيب ديالها يجي عندها يعني تسامحنا، لان تعاود لبنتها وبنتها راه عانات معها بزاف، يعني شافت الاب ديالها مسكينه ما عاش معاهم وبزاف ديال الحالات، زعما على الاقل شافت بنتها مريضه على الاقل تمشي زعما تأزرها. والله يقوي المراعية بيناتهم شي راعي لشي حتى حتى لعند مول شي سبحانه وتعالى اللي يوصلوه ان شاء الله، هما متغافرين ومترحمين ويرزق الله يرزقها البرور بالوالدة ديالها. والله يقويهم جميعا لانه أمين. الصحة النفسية راه مهمة، راه الانسان تيكون مقصح في نفسيته شحال من حاجة ما كيخصو يجبر الخاطر ديالو. سي مصطفى من طنجة مرحبا بك. مساء الخير اخي مصطفى. بخير. تحياتي. الله يبارك فيك سيدي.
لاباس عليك اخي مصطفى. الله يحفظك سيدي، بارك الله فيك سي مصطفى من طنجة. بغيت ندخل في هذه القضيه ديال مخدوج وحسنة. نعم سيدي. انا تصنت القصه ديالها، تصنت القصه ديالها في قبل شحال هادي، انا حارس الليل. اي مرحبا بك انت وكل الحراس الليليين. كنطلب من السيده حسنة تبقى تزور امها، وهي عاوتاني ما عاوتاني قد زور بنتها فهمتي. وهو الزوج ديالها اسمح لي انا موتر شويه. لا لا معليش، مرحبا بك مرحبا بك انا كنسمعك. خصا الزوج ديالها يمشي عندها، يبقى يمشي عند امي خدوج ويطويها ويقول لها بحال اللي يرضى بحال امها ويمشي يطيح لها على راسها. وهذه دابا بغينا نوصلوا غير بعدا هاد الجوج بعدا اللي هما يعني ام وبنت يتراضى ويتحابوا اكثر ويتسامحوا، واللي جاي يكون فيه الخير. ربما ربما اللي جاي ربما هي مثلا حسنة تقدر تدفع الزوج ديالها وتقول له باللي مثلا الام ديالها راه خداكشي كتسول، راه هي ما حقدهاش، ممكن عندها جميع الطرق، وهذا الشيء راه جاي بالصحه النفسيه ديال هذه البنت، لانه ماشي سهل اللي كتفوت اللي فاتها. الوالدين راه ما كيتعوضوش يا اخي مصطفى، هي جربات وفقدت الوالد ديالها وما نبغيوهاش تفقد الوالده ديالها وهي في الحياه. اي انا بيديك هذا، عندي الوالده اللي الله يرحمها مسكينه، الله يرحم جميع المسلمين امين. حتى هي كانت قاصحه شويه بالحق، الله يرحمها الله يسع عليها. هذا هو والله يصلح بيناتهم اخي مصطفى، والله يحسن، الله يسقى الشفاء ويخدم، الله يسقى الشفاء. بارك الله فيك السي مصطفى من طنجة، شكرا لك يا اخي على التواصل ديالك. السي حسن من الزمامره مرحبا بك. السي حسن السلام عليك. الناس ديال الخميس ما كيجاوبونا شيء. سي حسن ما تنتمنى ان شاء الله نعاودوا ناخذوا التواصل ديالك. وحنا هاد الصله بيننا وبين المستمعين والمستمعات على امتداد هاد الفتره هذه المباشره من اثير اذاعه ام اف ام ضمن حلقتنا الليليه هذه اللي كان نبقاو فيها، اولا بالاحرى ضمن موسمنا الاذاعي اللي كنبداو فيه في التسعود ديال الليل، وكتكون عندنا واحد الوقفه ما بين 11 ل 12 مع الاخوان ديالنا السائقين على الطريق رفقه محجوب تيكي وعصام في طريق السلامه، وكنعاودوا نتواصلوا من بعد منتصف الليل حتى الساعات ما بعد منتصف الليل. سي بو بكر من اكادير. مرحبا سيدي، السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، مرحبا. كيبارك فيك السي بو بكر، مرحبا بك. راه كنتبعوك بزاف وكيعجبني هذا البرنامج. الله يحفظك السي بو بكر، بارك الله فيك سيدي، شكرا لك. حارس الليل حتى انا. مرحبا بك، مرحبا بك بحراس الليل كاملين. هو كنتمناو هذوك السيدات يتصلحوا بعضياتهم. امين، الله يصلح حالنا جميعا. لكم ما خدوش تحضر راسها، والاخرى تحضر راسها ويتسامحوا ويوليو تولي البنت معزوزه عند امها وامها معزوزه عندها بنتها ويتصالحوا. هذا هو. ونتمنوا لهم الخير، وهذيك الله يجيب لهم الشفاء بجوج، كلهم مرضات مساكنات الله يجيب لهم الشفاء. امين. والله يرزق لهم الصبر باش يتحنوا. امين امين. هذا الشيء اللي غنقول لهم ودي السي مصطفى، وشكرا كنشكرك بزاف وعزيز. الله يحفظك بارك الله فيك. الله يحفظك، شكرا لك. غنبقاو في كادير السي بوبكر، كنا معاه غادي نبقاو مع مهدي، مرحبا بك في كادير. بارك الله فيك. انا كلشي مزيان. الحمد لله. ويا بيت نقول واحد الكلمه لاله خدوجه، ولا سمحينا من الوالدين. لاله خدوجه خساره مسكينه، قصرت بزاف وعانات، وتا ديك بنتها اسماء ولا ما اسم باقي سميتها حسنة. حسنة تا هي راه خصها تقدر الوالده ديالها، راه قصرت وهي اللي كبرتها وخدمات عليهم وشافت باه بعينها كيمطي الموز. هي ما كتنكرش هذا الشيء كله اللي شافت وكتقول لها ودي هذا. وي السي مصطفى، وكنطلب من الله يتراضاو بيناتهم، الله يالف القلوب. وراجل لاله حسنة حتى هو يمشي عند سميتو راهو كان دابا نحلوا غير هذا المفتاح بعدا ديال العلاقه بينها وبين بنتها، ان شاء الله تولي واللي جاي ان شاء الله يكون فيه الخير. يا اخي الحمد لله. ان شاء الله، تحياتي يا سيدي، شكرا لك. الاخت ليلى من مراكش. السلام عليكم. وعليكم السلام ليلى. دير خويا مصطفى.
الله يحفظك ما كنسمعكش، انا كنت نتمنى نسمعك حسن من هكا ليلى باش نقدر ناخذ انا وياك اتصاله مزيانه. كدير خويا مصطفى لاباس عليك؟ الحمد لله ليلى. دخل في هذه القضيه ديال الام خدو، الا لقيتي تبدلي بلاصتك يكون حسن، ولا حيدي لو بارلور ديالك ولا الكيت ديالك. هذا هو بعض المرات ملي تيكون الانسان بزاف الاخوان دايرين اللي كيت ديالهم تاي يبغيو يحيدوه كتقطع كاع التليفون. هذا واقع حال من الاذاعه دائما اللي كتعز كل الساده المستمعين والمستمعات في هذه الحلقه. السي عمر من اكادير، الناس اكادير فايقين بالليل. السلام عليكم. وعليكم السلام السي عمر. مصطفى بخير اخويا لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. كلشي مزيان بخير الحمد لله. بارك الله فيك. من اخويا بارك الله فيك. بارك الله فيك. كتنورنا راه كتونسنا. الله يحفظك اسيدي. بارك الله فيك. بارك الله يرحم والدينا وتسم مصطفى. مرحبا بك. مرحبا بك اخويا. كان عندي واحد التدخل بسيط على هادي حسنا وام خديجه. اييه زال على احسن شخص هذا الوالدين هما الاولى. واخا كتقول لي راه ما كتجي عندي ولا بدا بنادم خصو خصا. واخا اسمح لي واخا مرتبك شوي. لا مرحبا بك السي عمر. خصا الوالدين امها راه ما غادي تعرف قيمه الام حتى تفقدها. هو شوف القيمه ديال الوالدين الحمد لله راه نعمه. نعمه الله سبحانه وتعالى. هذيك السيده خدوج من عطاها هذا البنت راه هي نعمه من الله. اذا هذيك الهيبه اللي عطيها الله سبحانه وتعالى استقدرها حتى هذيك السيده خدوج، والنعمه وجود الوالده ديالها في الحياه اللي هي الحسنه حتى هي تزيد تقدرها. الا كانوا هاد الشيء كلهم بجوج كانوا كيقدروا هذه المساله غادي يعطيو لهاد القيمه ديال الحياه ديالهم والمحبه بيناتهم واحد المحبه كبيره. حيت الله سبحانه وتعالى الوهاب وهب هاد البنيته هادي في ظل ديك الظروف اللي عانتها مسكينه الله خدوج وداك الشيء. وتا هي هاد البنت الله سبحانه وتعالى عطاها من النعم لان امها تكون حداها. اذا هي باغيه تربح بنتها حسنا، باغيه تربح امها وسط الضيق وسط المشاكل النفسيه اللي كتعيش، ربما وسط المشاكل مع الزواج ديالها يعني باغيه. وتا هي كأم باغيه في 63 عام. اذا غير خص كل واحد فيهم ياخذ الخطوه عند الاخر. اما الا بقاو بجوج بهم كيقولوا لا هي اللي خصها تجي عندي، لا هي اللي خصها تجي عندي، حتى واحد فيهم كما كنقولوا ما غاديش يمشي عند الاخر. وللاسف الشديد يقدر كاع يدوز العمر ويفقدوا بعضياتهم وديك الساعات لا ينفع الندم. مصطفى داك الشيء ما غادي تعرف راه ما غادي تعرف حق الوالدين حتى تفقدهم. حيت انا يلاه واحد 6 شهور هادي فقدت الوالده وما كنعرف دابا حقها حتى مشات دابا. يا ربي غير تزيد ولا والله يرحمها. الله يتعهدها بالرحمات يا اخي. الله يتعهدها بالرحمات اجمعين. وداك الشيء اللي كنتمناه عند سيدي ربي سبحانه وتعالى هذيك حسنا باش تمشي وتطلب السماح لامها حيت وبالوالدين احسانا. اييه تمشي وتطلب من لها السماح وتحب لها على راسها حيت الوالدين هما كل شيء. اي واخا يقولوا لي كانوا هما الوالدين يبقاو الوالدين. حيت ما غاديش دير بلاصه الوالده والوالد شي واحد اخر. لا ما كاينش. هو دابا خصها مسكينه واخا الله يشافيها واخا قالت لك مريضه وما قداش داك الشيء. راه النظر ديالي الوالدين هما الاولى. واخا كتقول راه ما تجي عندي ولا وما تعرف دابا هذيك لاله خديجه واش عارفه واش مريضه بنتها وما مشات عندها؟ لا هي عارفه باللي دابا انا قلت لك قبيله واحد المساله اساسيه. دابا الا بقاو كل واحد فيهم كيتسناو ياخذ لاخذ الخطوه يمشي عند الاخر راه كما قلت لك غادي طوال المده وما غيربحوش بعضياتهم. والله سبحانه وتعالى عطاهم الحياه اللي هي نعمه باش هي تغافر هي والام ديالها والام ديالها تغافر مع بنتها. والله سبحانه وتعالى يثبت القدام ديالهم والاجر ديالهم. واللهم تعالى سبحانه وتعالى يعطيها الحسنه كل البر بالوالده ديالها وكل الخير في هذا البر بالوالده ديالها. وكنتمنوا هذه الام اللي هي اللي خدوج اللي الله سبحانه وتعالى وهبها هذه البنت تسمح باش بنتها ان شاء الله يترزق وترزق ان شاء الله تعالى الشفاء والعافيه وترزق هذاك البر. لانه باب البر
هو باب الجنة. اللهم تعالى ارحم والدينا ووالديكم أحياء كانوا